فقلت اوريهم مختلف البكالوريوس يعني في انجلترا وكده. لا لا ضروري، دي بالذات دي الحته دي احنا دايرينها، عشان عندنا ما شاء الله عندنا شباب هسه حيبدوا شهر 9 حييجوا هنا بريطانيا، ما شاء الله. قدموا في المنحه بتاعت شيفنجن وحيبدوا يعني طيب ما شاء الله الحمد لله. ان شاء الله. بس انا بعمل في الشير لل نبدأ الميتينج. هيثم، انت شايف في الفيسبوك؟ ظاهر لنا فوق مكتوب اون لايف، لكن دقيقة انا اشوف. طيب ايوه تمام، لو قدر بس تعرف ما حصل مشكلة، ناس غيروا السيتنج بتاعهم. بس هو ظاهر لي انك انت عامل لايف لكن ما قادر اعمل كليك فيه. اه كويس. طيب الحاجة دي دائما انا عندي مشكلة فيها كبيرة. كلمش لي اسمك بالبروفايل بتاعك واشوفه من هناك. ياسين غيروا السيتنج بتاعهم. ايوه قاعد تمام 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 خلاص جاهزين نبدأ نحن. ايوه تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد وأمسية جديدة وضيف جديد، إشراقات جديدة رغم المصاعب اللي بتمر بها البلاد، رغم الشقا ورغم يعني المحن والإحن، لكن احنا متفائلين ان شاء الله باذن الله. طالما انه الواحد الدم ينبض في العروق فنحن متفائلين، لانه في ناس لسه الناس شغاله، وناس بتؤمن بالقضيه بتاعتها، وناس بتؤمن ببلدها، فالناس شغاله يعني. عشان كده احنا ما حنجيف ولا الدنيا حتتوقف يعني. ودي الديدن بتاع الحياه كده، الحياه دي ماشيه ما بتتوقف لزول يعني. حتى الرسل عانوا وتعبوا وماتوا، برضو الحياه مستمره الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الليله يا جماعه في البدايه نبارك لمبادره الباحثين السودانيين، ونهنيهم لانه بيقوا احد الموقعين الرسميين على ميثاق ناشري اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده. الناس المتابعين البرنامج ده، طبعا الامم المتحده عندها 17 هدف في تحقيق التنميه المستدامه للدول، من ضمنها التعليم. فالمؤسسه الباحثين السودانيين الحمد لله رب العالمين بقت واحده من الموقعين على هذا الميثاق. وكمان دعوني في البداية نترحم على والد ضيفتنا المهندس طيار عبد الرحيم سعد، طبعا أستاذ مشهور في جامعة السودان وطلبته بيعرفوه وكده، فبنترحم عليه. هو واحد علم من أعلام صناعة الطيران في السودان، عنده كتب وعنده محاضرات وعنده طلاب. الليلة طبعا يا جماعة هنستضيف دكتورة هبة عبد الرحيم، وانا ما حاتكلم لكم عنها كثير لان هي حتيجي تعرفنا عن نفسها، لكن هي واحده من الباحثين في الطب الوراثي. والطب الوراثي طبعا يا جماعه في الفتره الاخيره خد يعني كونترفيرشال كثيره جدا جدا، اللي هي الخلايا الجذعيه والتغيير، يعني حاجات كثيره جدا انا ما 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 مطلع على كلها لانه انا ما طبيب، لكن ان شاء الله الدكتوره الليله حتيجي تحط لنا النقاط في الحروف. نيابه عن مبادره الباحثين السودانيين، شكرا جزيلا دكتوره هبه على وقتك الثمين وانك جيتينا، ونيابه عن اسره البرنامج نتقدم لك باحر التهاني وكذلك التعازي في وفاه المغفور والدهم. مرحبا بك واتفضلي. شكرا لك كثير مستر ياسين ومستر هيثم لاستضافتكم لي، و يعني حلقات جميلة جدا وبرنامج جميل جدا، وزي ما قلت يعني على درب سائرين. نحن على الرغم الصعاب الحاصلة في السودان، على الرغم الحاصل لكل واحد فينا في حياته الشخصية، في النهاية لازم الحياة تمشي، ما ممكن نوقف الحياة وعلى دروب النجاح. زي ما قلت برنامج يعني مقاييس النجاح بتختلف من 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 مجال لمجال، من انسان لانسان، بس البرنامج تسميته على دروب النجاح كان تسميه جميله جدا، انه ما في حته معينه نصليها نحن، فنحن بنحاول بقدر الامكان ننجز، بنحاول بقدر الامكان يعني نتجاوز كل العقبات الحاصله لنا في السودان. كلنا
كنا في بوينتس او كنا في كن كان في عقبات كبيره حصلت لنا وكلنا حاولنا نتجاوزناها بطريقه او باخرى يعني. فالناس تتفائل خير، ويمكن زي ما انت قلت الحاصل لنا في السودان يعني يمكن كل يوم الواحد بيشكك في هل اتفائل خير ولا شنو الحاصل بكره حيحصل لنا شنو اكثر من كده. بس يعني نتفائل خير ولا تقنطوا من رحمه الله. ان شاء الله نحاول باجتهاداتنا نحن الشخصيه نحاول بقدر الامكان نصل للحته اللي احنا عاوزينها، وان شاء الله يعني حنشوف السودان في يوم من الايام فعلا سله غذاء العالم. وبشكركم ثاني ليس باخذكم منك. الله يديك العافيه يا دكتوره. طبعا التفاؤل لازم يكون يعني يكون وراه عمل جاد وعمل فردي يعني ما يعني الانتظار من انك انت تنتظر حل من زول ثاني فانت اكيد يعني حتفشل. وده اظن جزء نحن من مشكلتنا في السودان مما قمنا يعني الشارع ده لو ما وسخان والله الحكومه ما نظفت. وده ما دفاع عن الحكومه ولا انا قاعد ادافع عن الحكومه، نتكلم بطريقه بحاجه انا حسيتها يعني الشارع ما نظيف والله الحكومه ما عملت هنا، المدرسه ما بعرف شنو الحكومه ما عملت. طيب الحكومه دي ما انا وانت وكلنا يعني تمام. فرحب بك يا دكتوره ونبدا معك من البدايه. منو دكتوره هبه عبد الرحيم؟ طيب انا دكتوره هبه عبد الرحيم سعد مسقط راسنا ابروف ام درمان، وام درمان وانا ام درمانيه للاخر يعني النوع المتعصب لناس ام درمان. من ناحيه والدي والده حفيد المكن مساعد جعليين من شندي السعداب، ومن والده وابن النير النفيسة على دينار حفيد السلطان على دينار. من ناحية الوالدة هي صولية مصرية. فده دي خلفيتي الأسرية، واحدة من ستة، أربع أخوان وبنتين. نشأت في أبروف وترعرحت في أبروف، ودي حاجة أنا حابة أقولها عشان ما الناس كلها تفتكر إنه لا والله الناس الوسط للحتة الفلانية، لا دي كانوا متربيين كده وكانوا، لا نحن من درمان من أبروف ساكنين في الحوش الكبير. فكلنا يعني دي بداياتنا، يعني حاولنا إنه نتجاوز كل البدايات، ما كان في يوم من الأيام في وسط توصلنا لحتة معينة. يعني درست كمبوني أم درمان الابتدائي، وبعدين نحن كنا السلم القديم ابتدائي متوسط ثانوي، وكان دي آخر سنة ومعنا سنة كاملة تقريبا. درست بعد الابتدائي دخلت كلية المعلمات التدريب أم درمان، ومنها يعني أنا ما عاوز أقول أنا كنت شاطرة شديد لكن I was okay يعني دخلت أم درمان النموذجية اللي هي الآن اسمها عبد الرحيم. طيب نوقفك بس في الحته بتاعت طبعا ام درمان دي، طبعا اي زول من ام درمان متعصب لام درمان يعني ما يعني طوالي دي بصمه فيهم يعني يقول لك انا من ام درمان انا متعصب لام درمان وكذا يعني. على العموم نحيي كل الام درمانيين يعني بمختلف سحناتهم وبمختلف حاجاتهم يعني تفاصيلهم. انا لسه يا سيدي اوقفك في الحته دي بس. أيوة. انت عارف لما اخش مطار الخرطوم ما برجع ثاني الخرطوم الا بعد الشهر. ماشي اسمع دي انا بختلف دي بعد شيء حنختلف معك فيها. ناس درمان كلهم دائما ناس الكاونتر بيقول لي بعد 3 يوم تجي عندك 3 يوم عشان تجي تسجل تسجيل الاجانب. بقول لهم انا والله الخرطوم ما بقدر اجي، يا اما سجلني هسه ثاني ما بدي. فهم افتكروا انا ساكنه في الولايات. بقول لي لا انت ساكنه وين؟ بقول لهم ساكنه بدرمان في القطعه الكبرى. اي قطعه الكبرى؟ انا بخش بدرمان ما بطلع. كنت متمني دكتور علامي بروف علامي يكون معنا هنا حيقول لك يا اخي ناس من درمان كلهم يجوا يتفسحوا في الخرطوم يعني. طيب يا دكتوره الدراسه الابتدائيه طبعا ما هي في تحفيز بيبدا من الدراسه الابتدائيه تمام، وفي معلمين بيغيروا لزول مجرى حياتهم يعني حتى لو ما غيروا المجرى تماما بيكون عندهم لسه يعني بينقش على الذاكره وبينقش على المسار الاكاديمي بتاعت الواحد. انا دايرك تقفلين على الحته دي شويه، وبعض الاساتذه اللي لسه في الذاكره
وليهم بصمتهم موجودة يعني في شخص الدكتورة هبة. طيب أول حاجة أنا بذكر يعني أستاذ مهاجر اللي بتعرفوه بتاع الماس، يعني ده تقريباً كان معاي في كل رحلتي في الجامعة في إنجلترا، لأنه الطرق اللي كنا علمنا لها، أنه التكنيكس اللي علمنا لها أنه كيف يشتغل الماس كانت مختلفة تماماً عن أي مكان تاني أنا مشيته. أغلبية البلاد التانية كانت بتشتغل بالكالكوليشن، بتشتغل بالآلة الحاسبة، فنحن لا، كان عندنا تكنيكس بيورينا لا كيف نعملها. فكان دائما الناس بتستغرب فيني الطريقه اللي انا بحل بها المساعي. فكان الاستاذ مهاجر ده معي دائما، وكنت كل ما اسمع عنه خبر، فتح مدرسه، عمل كده مراجعات، يعني كنت بتبسط جدا يعني، وحاسه بحييه من هنا، وربنا يديه الصحه والعافيه رب العالمين. الأستاذة الثانية بتذكرها أستاذة أسماء عبد الرحيم، اللي هو أصلاً المدرسة كانت اسمها أم درمان النموذجية، وبعدين اتسمت باسمها هي، ورجعت شايفة الأيامات دي ثاني لأسماء عبد الرحيم، لأم درمان النموذجية. أستاذة أسماء عبد الرحيم هي كانت المديرة، لكن كانت مديرة صعبة جداً. بعدين بتذكر في الثانوي كان الوالد لسه في القيادة العامة، وكان قائد القوات المسلحة الجوية، وكانت معاي دكتور غازي صلاح الدين. فكنا لما نجي الصباح مرات كده، إذا أهلنا جابونا شوية متأخرين، كانت بتجيب في الطابور فوق في المسرح تقول يا بيت عبد الرحيم ساعد وبيت غازي صلاح الدين، أنا حاطة عرويشاتكم دي، كان تاني جيتوا متأخرين، وبنادي آبائكم بالوفد المرافق لهم. فكان أبوي بيخاف منها جدا فبيجي شنو يعني يجيبني قبل الطابور، بلاقيه منتظر برا يسمع حقوش يعني. ف يعني ام درمان النموذجيه علمتنا تايم مانجمنت، علمتنا ان احنا نكون اون تايم في كل حاجه، علمتنا حاجات كثيره ان احنا في حياتنا كسودانيين ما عندنا. والى الان سبحان الله ما شاء الله المدرسه دي الى الان يعني ماشيين بسيستم جميل جدا. ما ادري اقول سيستم انجليزي، لانه يعني نحن السودانيين السيستم ده عندنا، بس يمكن مع الحقيقه حاصل لنا في البلاد انه نحن ناس مضبوطين في وقتنا، مضبوطين في حياتنا، عندنا الروتين، عندنا كل حاجه، لكن يمكن العقبات اللي بقت حاصله في حياتنا هي اللي خلتنا نتاخر شويه يعني. ده كلام جميل جدا جدا يعني. ده اول حاجه نحيي الاستاذ مهاجر واستاذه نفيسه وكل استاذه اسماء وكل الاساتذه يعني كل معلمين السودان، انا جدا افتخر بهم واتمنى لهم دائما دوام الصحه والعافيه، واللي توفى منه ربنا يرحمهم ويكتب لهم ما بذلوه من جهد في ميزان حسناتهم. اداره، انت تكلمت عن حاجتين مهمات جدا جدا، اللي هي عدم استعمال الكالكوليتر. ده عندي برضه انا من الحاجات، انا لحد الان بضرب بالقلم يعني، الكالكوليتر دي برجع عليها بيستغربوا الناس يعني، معانا زملائنا وكده بيقول لك انت بتعمل في شنو؟ ليه انت بتضيع في وقتك؟ ما هو قدامك الكالكوليتر، لكن دي بس خلاص حاجه كده اتبصمت فينا. الحاجه الثانيه اللي هي اداره الوقت، يعني اداره الوقت دي يعني انا بعد شويه طبعا حتحكي لنا لما جيتي بريطانيا ووسع في شغلك وكده، انه اداره الوقت دي اثرت عليه حاجات كثيره كيف. طيب المدرسة الثانوية دائما بيكون فيها زول بيكون خلاص بدأ يعني شخصيته تتأطر، أو بيبدأ الـ identity formation بتاعته بتتكون وكده يعني، فكان الميول بتاعتك شنو في الوقت ده يعني؟ الميول بتاعتي العلمية كانت ماثيماتيك وفيزيكس، يعني كنت معرف أنه يعني إذا ادتني أي مسألة، وزي ما قلت لك يمكن لأنه أنت لما تكون الفاونديشن بتاعك يعني كويس، او الفاونديشن بتاعك فيري سترونج، انت بتلقى اي حاجه بعد سهل بالنسبه لي. فكان بالنسبه لي الماس والفيزيكس كان يعني حاجه سهله جدا. بعدين ما تنسى الوالد لانه مهندس، فكانت الحاجات دي بالنسبه لي انا سهله جدا في البيت، انه ناخذ منها اكسترا يعني نولج، او ناخذ منه كان طوالي في حاله انه اذا انت في حاجه ما فاهمها بفهمها لك بطريقه من بدايه لحد نهايه، فانت الحاجات ستيكس ان يور مايند يعني. فكان ميولي مور اوف، ما 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 حكنت معاها بايولوجي عشان في النهايه اشتغلت جينيتكس، يعني الجينيتكس لا ابدا. كان ماس وفيزيكس، وما بحب الحفظ كنت خالص، وكنت انسانه قرايه جدا يعني، قرايه لدرجه انه اساتذتي ما عارفه لو انتم بتذكروا انه زمان
نفس الاستاذ مثلا بيدرس في مدرسه البنات مثلا بتلقاه بيدرس في مدرسه الثانوي في الاولاد مثلا. فكان اساتذتي دائما بيكونوا بيدرسوا اخوي الاكبر مني طوالي، فكانوا دائما بيقولوا له انت يعني لو ما كان في اينشتاين كنا هنقول هي حتبقى اينشتاين. فكان بيقول لهم والله نحن في البيت خاكين النوم يمكن تكتشف الذره ثانيه ولا حاجه، لانه يوم كله بكون بقرا. يعني ما ما يعني ما 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 كنت ما عارفه، ما يمكن ما شاطره عشان كده بحاول اني اقرا. فدي يمكن ميولي كان مور اوف فيزيكس اند ماس في الثانوي. طيب تخيلي ما حيكون عندك مشكله في اداره الوقت، لانه زي ما قلتي مدرسه اسماء عبد الرحيم، والوالد الله يرحمه كان يعني من المدرسه العسكريه، يعني معروف المدرسه العسكريه في الضغط والرعب. طيب جينا امتحنتي الشهاده الثانويه، وبعدك يعني الاختيار بتاع الكليه، انا لحد الان يعني دايرك تحكي لنا بالتفصيل انه اخترتي كده ليه، وبعدين الحصص يعني في الحته دي. اوكي. انت طبعا عارف انه نحن كسودانيين العائله طوالي بتحطك في باس معين، يعني اوكي انا عندي 6 اطفال، 3 دايرهم طب واثنين دايرهم كده وواحد دايره كده، داير البيت ده يكون كله كده مؤسسه مكتمله. فاخواني الاكبر مني واحد كان دارس هندسه وحس هو مخلص البي اتش دي في حاجة حساسة جدا في الشبكات في انجلترا في هيدرسفيلد، وأختي درست مختبرات. وأخويا الأكبر مني ده كان إنسان شاطر شديد، فهم كانوا خاطرين إنه حيخش طب خلاص ده الدكتور في البيت، فهو اتجاهاته مختلفة تماما، كان إنسان كده بتاع رائد فضاء وكده. فهو حس ما شاء الله يعني كابتن أول على رغم من صغر سنه، لكن ما شاء الله وصل لكابتن او كابتن طيار. فخلاص كده الثلاثه اللي هو عندنا ما درسوا للوالد وللوالده الحاجه اللي هم دايرينها، فاخذت هبه دي بتحب الماس ولا الفيزيك ما يخصها، حتقرا طب حتقرا طب ما عندك اي. بعدين انا انسانه شنو بيتوتيه وزوله عائليه شديد، يعني معروفه لما كنت في المدرسه ما زرت طاعت بحب اطلع امشي للصحبات كده، كنت مكتفيه ذاتيا زي ما بقول في البيت. يعني ما شاء الله عندي 4 اخوان، عندي اختي، بنات الخالات، بنات الخال، كنا كده عائله مرتبطه ببعض. فكنت مكتفيه انسانه الناس كلها بتعرفها بيتوتيه. لما جينا حتى رحلنا من ابروف كان الحله ما بتعرف انه في بيت ثاني في البيت، قايلين انه في بس 4 اولاد وبيت واحده واختين كبيره. فجيت جيت لما جيت خلاص يعني خلصت الثانوي خلاص العائله قالوا طب انا حاقرا طب، لانه يعني مرات كده لما ما تكون منفتح للعالم الخارجي زي ما قلت لك لانه انا بنتوتيه خلاص انت بتمشي بالباس الناس اخذته لك. فخلاص يعني اخذت طب معناته انا درست علمي وجبت النتيجه بتاعتي. والوقت ده كان ما بتذكر البلد كانت يا دابا عارف موضوع الجهاد وسنة الجهاد والأولاد يمشوا للمعسكر، وكان في جوطة كده نحن كنا أول السنين الحاصل فيها المواضيع دي. فالحصل أنه خلصت الامتحان بتاع الثانوي، وعلى الرغم من شطارتي الشديدة الدرجة بتاعتي ما كانت الحاجة الناس خاطينها هتخش لكم. فأنا هنا جاتني زي صدمة كده، كانت الدرجة كم 80% يمكن كم 80% بالنسبة للناس حاسة حاجة كبيرة، بس بالنسبة لنا وقتنا ذاك الناس كانت أوفر شاطرة يعني. وأنا كانوا الناس حاطين لي كم 90، وكانت دكتورة أستاذة أسمى عبد الرحيم حاطاني تبع 10 النوائل. فيمكن موضوع إنه أنا ما دايرة الطب وأنا داخلة يعني ما خلاني أركز كويس، ودي حاجة أنا برضو دايرة أنصح بها كل الآباء والأمهات بعد ما نحن حسب بينا آباء وأمهات. خلوا your kids أو your children أنه يشوف يعني العلم اللي داير يتعلمه يكون حاجة طالعة من الشخصية بتاعته، يكون حاجة هو أتاش لها عشان يقدر ينجز فيها وعشان يقدر يعني يصل فيها لحتة معينة. فهنا خلاص أنا بدأت أقدم حاجات علمية كليات علمية في السودان، ما كنت لسه عندي الفكره بتاعت انه انا طالعه برا السودان. وطبعا كان في زي الوقت ذاك انك انت ممكن تخش
كلية وبدوك زيادة بوينتس لأنه والدك مثلا أستاذ في الجامعة. فبعد ما أدوني البوينتس اللي هو تقريبا 10 بوينتس أو حاجة زي دي لأبناء الأساتذة، فكان أنا ممكن أدخل الكلية بتاعتي. أول ما بدينا نقدم للكليات جو قالوا أنه السنة دي كلها حتكون سنة جهاد، يعني كل الطلبة النازلين سنة أولى جامعة ديل حيكونوا فريز وحيقعدوا في البيت، والبنات حيقعدوا في البيت والأولاد حيمشوا المعسكرات. أنا كنت مما دخلت الثانوي ما أعرف، سبحان الله فجأة كده الولد، أنا طبعا مولودة في إنجلترا بس ما كان عندي جواز إنجليزي يعني، والسبب الوحيد ما كان عندي جواز إنجليزي لأنه الوالد كان رافض أن يكون أنا عندي جواز إنجليزي، فما كان قدم لي خالص. جواز بريطاني. جواز بريطاني. جواز بريطاني. أول ما دخلت الثانوي بتذكر في أولى ثانوي جاء قال لي يلا معي السفارة البريطانية، فاستغربت شديد. فأنا لما مشيت هناك افتكرت أنه يدام بدي أقدم للجواز، فأنا لما مشيت هناك قالوا لي أمضي، وكان في 3 شهور. 3 شهور ديل بيشهدوا اللي هم كانوا أصحاب الوالد زمان لما كانوا هم في إنجلترا. 3 شهور ديل بيشهدوا أنه هي دي فعلاً هبة اللي اتولدت في إنجلترا، وهم طبعاً معاهم بتكون كل الأوراق الثبوتية أنه هم فعلاً في الوقت ده كانوا هناك وكده يعني. فنحن استغربنا شديد يعني أنه فجأة ليه هو يعني داير يطلع الجواز. فبعدين لما بعدين خلاص يعني الجواز ده أول ما جاء البيت اختفى، ما شفناه خالص. بقينا ما عارفين الجواز ده طلع وما طلع، احنا ما عارفين خلاص شو. لما جات السنه بتاعت الجهاد اخوي الكبير بدا يشجع فيه، قال لي انت حاسه حتقعدي سنه كامله كده في البيت وانت يعني ممكن تمشي وتطلعي وتجري هناك، وانت ليه يعني مضيع وقتك؟ وانا زي ما قلت لك انسانه بيتوتيه، ما انسانه بتاعت اني اطلع انا من البيت بفكر 100 مره اطلع، خليها اطلع بلد ثاني يعني. بعدين كان عندي عمي كان عايش في انجلترا مع زوجته وعياله وكده، فهو برضه بدا يشجع فيني لا تعالي وابدي خلاص دراستك هنا احسن لك، وانت بتضيعي في وقتك، وموضوع سنه الجهاد ده ما حيجي فينا، ما حتعرف انك انت حتى لما تخش الجامعه اللي حيحصل كده وبكره حيحصل كده، فانت يو تيك لونج تايم يعني، فانت واي يعني بتضيعي في وقتك. سبحان الله يعني أنا وأخوي سألنا الوالد أنه أنت رأيك شنو كده، فسبحان الله قام قال والله أنا زمان ما طلعت الجواز لأن أنا ما بعرف بنتي كنت زمان، بس أنا حس عرفت بنتي وبقيت واثق من بنتي وما عندي مشكلة أنها تمشي وعمها هنا. فعلا كان أنا عمري الوقت ده تقريبا 18 سنة 19 سنة، ما جاء أي حاجة بتسألني إن أعمليها لازم أسأل أمي وأبوي. لازم أسأل أخواني الكبار. فالخطوة كانت خطوة بالنسبة لي كبيرة جدا، أو أكبر خطوة، مش إني هخلي السودان، أكبر خطوة إني أنا هخلي ماي كومفورت زون، الوالد والوالدة وأخواني دي ماي كومفورت زون. طيب أنا لما أمشي هناك همشي حيجي يعني، كانت في حاجات كثيرة ما كنت بنوم بالليل، هواجس، همشي بلد جديدة، همشي كلتشر جديدة، همشي، وبرضه ما كان هاجس أكثر مما إني هعيش مع ناس أنا ما بعرفهم. دي كانت أكثر حاجة، كيف حيستضيفوني، كيف حيكونوا معاي، حاجات كثيرة شديدة يعني. ففعلاً تممنا الإجراءات سريع وفعلاً مشيت هناك، طبعاً لأنه الجواز بريطاني فأنت ما بتكون عندك إجراءات كثيرة أصلاً تعملها يعني. أسافر معك منو؟ سافرت لوحدي والله. ها كويس، طيب دي خطوة كويسة جداً. أيوة. بس إحنا كنا متعودين على السفر. لأنه طبعاً الوقت كان قائد القوات المسلحة الجوية، فنحن كنا بنسافر كثير خلال السنة. يعني كان من الطبيعي أنه مثلاً نسافر أنا وأخواني مثلاً الوحدة، نمشي لأهلنا في مصر، نسافر مثلاً مع الوالدة، فكان الموضوع أنه تسافر دي ما مشكلة خالص، تركب الطيارة الوحدة دي ما مشكلة. المشكلة كانت في بعدين هيحصل شنو، بلد جديدة ما يعني. وبعدين كنت عاوز أقول لك حاجة، أنه ما تنسى أنا المتوسط والثانوي درست مدرسة حكومية في الإنجليزي ذاته ما على قدر كده. يعني أنا درست الابتدائي كمبوني، بس بعدين بقت الدراسة بتاعتي كلها حكومية يعني. فهنا ركبت ومشيت إنجلترا، كان عمري تقريباً 18-19 سنة. ما عارفة دايرني أتم ولا أي، لو واصلي جداً يعني، ما لو في حاجة من وقفك. أوكي.
فمشيت هناك. وأنا عاوز أقول لك أنه أنا لما مشيت هناك ما كان في راسي أنا ماشى أدرس شيء. أنا خدت أنه أنا ماشى هناك continue دراستي الطب. زي ما أنا بديت في السودان أني أطلعي، كنت ماشى أنه يعني أبدأ برضو يعني برضو أقرأ طب. مشيت طبعا أول حاجة واجهتني مش الكالتشر ولا الناس، لسبب لأنه ما تنسى أصلاً العائلة كانت عايشة هناك. في يوم من الأيام كنا بنشوف الألبومات. أنا ريحت السودان، كنت صغيرة جداً لما رجعنا السودان، أنا كان عمري 3 سنين، فما كنت بتذكر أي حاجة عن قطر. لكن في الألبومات في كان أصحاب الوالد كتير بريطانيين كانوا بيجون في السودان إجازات. السودان طبعاً يعني الوقت بتاعنا من الوالد كان هناك أو بعده في نهاية الثمانينات أو التسعينات، كان في جمال كده حاصل يعني. فكان البريطانيين لسه بيجوا كده سياحة، ففعلا كانوا يعني كان في ناس بتيجي تقعد معنا في البيت، فكنت متعودة عليهم، متعودة على أشكال البريطانيين يعني طريقتهم وكده. بدأت أقرأ، كان قبل ما أمشي برضو بدأت أقرأ مجلات. كنت بعين لي نايتس بريدج، بعين لي هارودز، ولايك يعني حمشي هناك وأشوف الحطات الرهيبة دي وكده يعني. أوكسفورد ستريت، فالحاجات دي شوية كده كانت. بعدين أنا يعني طبيعتي طبيعة بتاعت زي ما قلت لك، لأن بيتوتة طبيعة بتاعت كنتري سايد بتاعت فيكتوريا يعني، بحب الحاجات القديمة يعني. أنا النوع اللي بتلقاني يومي كله قاعدة مع الحبوبات بتونس، قاعدة مع الناس الكبار بتونس، فبحب الحياة بتاعت البريطانيين الأولد لايف ستايل، بحبها شديد، أو الأولد فاشن. فكان أنه حسيت أنه الانفايرومنت اللي انا ماشيه له حاجه انا هحبها. انا عاوزه برضو اذكر الناس هنا انه دائما الناس بتخد حاجات سلبيه، انه البيت تمشي بلد بريطانيه او امريكيه او شنو، بيفكروا بس في الجهات السلبيه. ابدا يعني، بريطانيا دي بالمناسبه بلد اذا انت جيت تشوف البوزيتيف سايد، بلد الناس محترمين، بلد الناس عندهم behavior attitude أي حاجة is like the best. فأنت مدعين للحتة السلبية أكثر مدعين للحتة الإيجابية. نعم. طيب مشيت أول حاجة وجهوني من السودان. أنا كان الوالد موجهني لأنه هو كان طبعا دارس هناك في الجامعة في دراسات عليا، فهو كان مشيتي لندن ولا مدينة ثانية؟ مشيت لندن. وبرضه دايره يعني اتطرق لحاجه، انه انا ليه قعدت في لندن كل الوقت بتاعي، كان ممكن برضه امشي من ثاني. فلا مشيت نزلت لندن لانه طبعا العائله هناك، لانه عمي انا هناك في بريطانيا، فانا كنت قاعده مع عمي يعني. فنزلت في لندن ذاتها واول حاجه كانوا موجهين من السودان انه هعمل سنه بتاعت انجلش لانجويج. وبعدين هنعمل، لأن أنا دارسة سنوي في السودان وحكومي، فأنا لازم أعمل فاونديشن. صح. فعملت السنة بتاعت الإنجليزي، وبرضو دايرة يعني أوجه الشباب لحاجة يعني نصيحة. أنت قلت لي أنه في شباب قريب إن شاء الله شهر 9 حيجوا إنجلترا وكده. نعم. أنتوا أوكي لما اتصلوا يعني بلاد، لو بريطانيا، لو إنجلترا، لو أمريكا، لو ألمانيا، فرنسا، it's nice أنك تكون كوميونيتي سودانية، لأنه يعني أنك أنت تغترب، يعني أنت مغترب وفي الاغتراب ما دار تغترب. يعني أنت مثلا أنا لما مشيت لندن كنت دايرة أمشي مدينة تانية أقرأ فيها حاجة معينة، حاجة دي حنجيها بعدين. ففي توجيه وجهه لي وقال لي ما تختربي مع الاختراب، يعني انت اوريدي مختربه في لندن لكن قاعده مع اهلك، فما تختربي من اهلك يعني حاول انك على الاقل تو فايند يور كومفورت زون. ف يعني احنا بقينا اكثر حاجه حاسه بنقول ما يعني ما تكون كوميونيكيت مع الجاليه السودانيه، عشان فيها ناس كده، عشان فيها ناس كده. طيب انت حتكون فعلا بالعكس، يمكن تكون لك في البدايه الكومفورت زون بتاعتك. شوف منو بينفع معك، شوف منو ما بينفع معك، مجاني. بس عاوز اقول لك حاجه، اذا انت ماشي تتعلم اللانجويج يو نيد تو انك تبدا تدخل في الكوميونتي، تدخل في البلد، تدخل في المجتمع، عشان انت اصلا اللانجويج هي براكتسينج. فانت اذا حتكون يومك كله قاعد مع نفس الناس اللي بيتكلموا نفس اللغه بتاعتك، انت عمرك ما حتمشي لقدام. وانا عاوز اقول انه دي كانت غلطتي انا، الان هسه بنصح بها الناس.
لانه انا جايه ناس ام دلمان، دائما اتاش لاتش ازهر، دائما المجتمع واحد. فلما مشيت هناك حسيت بروحي انه انا عاوزه اكون تبع الكوميونتي السودانيه. فحتى لما نزلت الكورس بتاع الانجليزي، كنت بفتش في السودانيين بوين، يعني هل معي سودانيين. فبتذكر لقيت واحدة سودانية، بديت أتعرف عليها، أتعرف على البنات اللي هم بيعرفوها حتى خارج الكورس. فحسيت أنه أنا ما مشيت كويس في الإنجليزي، بس في نفس الوقت لما حسيت الإحساس ده حاولت أتجاوز روحي سريع. بديت أقرأ في البيت، بديت أقوي اللغة بتاعتي، وبعدين قدمت للفاونديشن. و لما قدمت للفاونديشن ايرا، احنا كان لازم اني اذا انا دايره اقرا طب، كان لازم اني اعمل تاني المواد بتاعت الفيزيكس والبيولوجي والكيمستري والماس. نعم. انا عايز بس اوقفك في الحته بتاعت الانجليزي دي، لانها حته مهمه جدا جدا، والحته بتاعت الاجتماعات مع السودانيين. انت انا دي برضو من تجربتي، يعني انت يعني في النهايه احنا ما سودانيين، ما حتكون ما يعني ما تبتعد من السودانيين، لكن في نفس الوقت ما يعني ما يعني حته انه والله جاي في زول جاي من السودان عليك الله يجيب لي معك شمار زيت سمسم، ما حتمشي لقدام. شفت لو قعدت تتابع في الحته دي ما حتمشي لقدام. انت خليك هاي علاقه مع السودانيين، لكن برضو ما تنسى الجانب الثاني، يعني المجتمع الثاني يستفيد منه، المجتمع بتاع البلد، سواء انت جيت بريطانيا او امريكا او يعني الاندماج ده مهم جدا جدا، لانه بيسهل عليك حاجات كثيره، في حاجات كثيره حتعرفها. يعني انا اتذكر من ضمن الحاجات اللي ما كنت عارفها انه الشركه اللي كنت مأجر منه البيت لما انا ايام الجامعه بده 50% للطالب، يعني ديسكاونت، انت لو ساكن معاهم بدوك 50% من الايجار، بينزلوا لك الايجار 50%. دي انا ما عرفتها الا لما عاشرت اجانب ثانيين، عرفت منهم المعلومه دي. ف يعني في حاجات كثيره جدا يعني، فانت خليك منفتح، يعني ما تكفي نفسك في يعني بس المجتمع السوداني بس. ياس نحن في النهايه كلنا سودانيين وهم السيفتي نت بتاعتنا، لكن عشان تستفيد اكثر وسع المجال بتاع المجال الاجتماعي بتاعك يعني. تفضل دكتوره. بعدين برضو ما ننسى، يعني انت لما تكون ماشي من السودان لبلد ثاني انت تكون مركز، عارف اهدافك شنو. اول ما تصل المجتمع الجديد افكارك بتتشتت، فالحاجه دي برضو يعني لازم نركز فيها. يعني انت لازم تكون عندك ورقه وقلم من السودان قبل ما انت تمشي. انا اهدافي كده كده كده، انا عاوز انجز كده كده كده، عشان انت زي ما قلت لك لما تمشي هناك حتشوف لك كلتشر جديده، حتشوف لك مجتمع جديد، حتشوف لك برضو حاجات جديده عليك كتير شديد. انت ما شفتها قبل كده، انت ما يعني ما كنت منفتح ليها. يو اوبن يور مايند برضو لمجالات كثيره انت ما كنت عارف في السودان. ودي الحاجه اللي حصلت لي انا، يعني فور اكزامبل. فبتيجي بتلقى روحك اتشتتت. فدي الحاجة اللي أنا حصلت بعد الفاونديشن يير، بعد اللانجويج يير وبديت الفاونديشن. في الفاونديشن في آخر خلاص السنة ذاتها في نهايتها بيكون عندك تيوتر، التيوتر ده فأنا هنا هحاول بقدر الإمكان أني أديكم البروسيس بتاع كيف الدراسة في إنجلترا بتكون يعني. فبيكون عندك تيوتر دائما، التيوتر ده هو بيكون داير يشوفك أنت عايز تعمل شنو، أنت يعني وين الـ strong points بتاعتك، أنت حابب شنو، عشان يوجهوك التوجيه الصح. ودي أكتر حاجة أنا تعلمتها منهم، وبقيت حاسة ماشية بيها مع حتى أولادي. ما بسيرهم أنا أنتوا عاوزين تعملوا شنو، لا أنا بشوف هم عاوزين يعملوا، يعني هم ماشيين في حاجة حلوة شنو. فبتذكر فقام التيتر بيكون معاه 6 طلبة، فبتذكر سألوني يعني انت عاوزه انت بدك تقدري شنو يعني في الجامعه، تقدمي شنو خلاص التقديمات بدت للجامعه. السنه التحضيريه دي يا دكتوره عملتها في نفس الجامعه ولا في جامعه مختلفه؟ لا درستها في بيربيك كوليدج يونيفرسيتي اوف لندن. في بيربيك، ايوه نعم. هو برضه حاجيك لانه انت مع الكورس بتاعك ممكن تعمل الفاونديشن هير. فهنا قاموا فقمت قلت لهم انا دايره اقدم طب، خلاص زوري جاية طب يعني. بس فالحاجة الحلوة أنهم هم بيدوك كل الكورسات وبيشرحوا لك كل الكورسات اللي أنت ممكن تدرسها في ميديسين أو البيولوجيكال ساينس أو في الساينس، وأنت بعدين تشوف روحك وين.
فبتذكر انه كان يعني بالمناسبه الحاجه دي بتكون مرات محاضرات، يعني محاضرات الكورس الفلاني هتدرسوا جواه وكده 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 وهتتعلموا منه كده، وبعد ما تخلصوا هتشتغلوا كده. فبتذكر انه كان الكورس بتاع الجينيتكس بدوا يتكلموا عنه كثير شديد، وانه انا لاحظت كم طالب من الناس اللي معي كانوا بيسالوا عنه اسئله كثيره شديد. وانا موضوع الطب جايه بس عشان عائلتي دايره الطب، ما عشان يعني انا عاوزه الطب. بعدين الحاجه اللي كانت عجبتني انهم هم بدوا يتكلموا على الجينيتكس، وبعدين بدوا ناس تتكلم على الفرنسيك ساينس، وانه انت ممكن تعمل شنو برضه بالجينيتكس والدي ان اي. وحسيت انه الموضوع ما كله حفظ في حفظ، وانا الحفظ اصلا ما كنت حباه شديد. فهنا قلت للتيوتر بتاعي يعني لو في طريقه انه يعني تتكلم لنا مور على الكورسات تحت الجينيتكس وكده. وانا من السودان كان عندي خلفيه انه في حاجات معينه زي الجينيتكس والفرنسيك والمجالات دي انه انت لازم تقرا حاجه وبعدين تيجي تتحضر فيها. تحضر فيها. فلا هي قلت لي لا انت دي كلاريوس، يعني why you are wasting your time انك تدرسي الطب اذا انت عاوزه تدرسي الحاجه دي يعني. قلت لها لا انا جيت النو كده، ولو في possibilities انك يعني تدينا الكورسات كلها والجامعات كلها وتورينا انه كيف نقدم لها وhow many points we need وكل الحاجات. وفعلا يعني قعدت معي انا شخصيا انت بتدوب برضه تايم اذا انت في حاجه معينه خلاص حبيتها وخطيتها في راسك، بدوك بعد ده يعني مقابلات خاصه بك انت يعني لحد ما يوصلوك للحاجه اللي انت كنت عاوزها. فبدينا اتعلم على كورسات. وانا بالمناسبه اول شير يعني الكورسات اللي انا بذكر انه في الفاونديشن اير كانوا هم ورونا ليها وكانوا شرحوا علينا انه نحن ممكن ندرس كابيتالوس. بس أحاول أني أدخل. طيب قبل ما الدكتوره تعمل شير للسكرين بتاعتها، اول حاجه بنرحب بكل الناس اللي معانا في الزوم وكل الناس اللي معانا لايف في الفيسبوك. ويا جماعه بس ناسف انه في مشكله يعني بتخلينا انه ما نقدر نعمل لايف مباشره في الـ في الـ في الصفحه بتاعت مبادره الباحثين السودانيين، فانا بعمله في صفحتي وعملت لها شير بهناك. فالناس المتابعيننا في لو في اي مشكله في صفحه مبادره الباحثين السودانيين يدونا خبر عشان نعالج الموضوع. مرحب بكم مره ثانيه، شكرا آمنة نبهتين انه الصفحه ما هناك ما اللايف ما شغال، لكن هسه المفروض يكون شغال. اتفضل يا دكتوره. طيب بس عاوز اعرف شايفين الشير؟ هاي شايفينه تمام. طيب دي هي الجينيتكس ديجريز كورسز ان يو كي. انت ما بتحتاج انك تعمل اي يعني ما بتحتاج انك تقرا طب او تقرا ساينس وبعدين انك تحضر فيها. ده هو بكالوريوس. انت اذا جاي من السودان دارس في مدارس اجنبيه في السودان زي تقريبا في اليونيتي، تقريبا في مدرسه ثانيه اسمها كيبس، ما انا ما متاكده كويس، انت ممكن دايركت يعني انك تدخل الجامعه. بيدوك اوبشنز بتاعه فاونديشن اير في الجامعه ذاتها، اللي هو بدل مثلا ان البكالوريوس يكون 3 سنين، انت ممكن البكالوريوس بتاعك يكون 4 سنين مع الفاونديشن اير. الفاونديشن اير بيحضرك للبكالوريوس، بيديك البيزك بتاع الكورس، حاجات مثلا انت تكون ما درستها في الثانوي يدخلوك مور في الدراسه تحت الجينيتكس. طيب اول الكورسات اللي انا كانت اتعرضت علي هو البيولوجيكال ساينس جينيتكس. بعدين دائما يعني انا سمعت انه في طلبه حاسه ان شاء الله شهر 9 حيمشوا انجلترا وهم انترستد في موضوع الجينيتكس. اول حاجه انا عاوزاكم لما تمشوا يعرضوا عليكم الدراسه بتاعت البكالوريوس الجينيتكس، اول حاجه لازم تتاكد ان الجامعه والكورس ذاته اللي مقدماه الجامعه is credited by the Royal Society of Biology. واي لازم تتاكد انه credited من الرويال سوسايتي، لانه
لو انت خلصت الكورس واتس نوت كريديتد، هتضطر بعد الثلاث سنين او الاربع سنين تعمل كم ماده عشان الكورس بتاعك يكون بكالوريوس وانت تعمل الكورس. نعم، دي بالمناسبه دي نقطه مهمه جدا جدا. بايولوجيكال ساينس دي بالعربي شنو يا دكتوره؟ السؤال ده طف شديد. اعتقد المختبرات، مختبرات طبيه ولا حاجه كده تقريبا. ايوه طيب. أيوة. طيب الناس يا جماعه اللي عايزين يدرسوا مختبرات، الكلام اللي قاله الدكتوره ده مهم جدا جدا. اذا عايز يدرس مختبرات طبيه في بريطانيا لازم يتاكد انه الكليه اللي حيدرس فيها او الجامعه دي الشهادات بتاعتها اللي هي يعني ابروف من الرويال، اللي هي التسجيل زي التسجيل عندنا في السودان، لانه دي مشكله كثيره جدا واجهت بعض الطلبه قروا في جامعات بعد ذاك يضطروا ثاني مش يشتغلوا في حتات ثانيه عشان يعملوا التسجيل بتاعهم عشان يزاولوا المهنه. تمام، فانت من البدايه تاكد من النقطه دي. ودي لكليات كثيره، ما للعلوم الحيويه زي ما قالت الاخت داليا في الفيسبوك، لحاجات كثيره انت تاكد انه اكريديتد يعني مثلا رويال سوسايتي اوف بايولوجي ولا كده، او مثلا الكمبيوتر انه اكريديتد باي البريتش كومبيوتينج سوسايتي، لانه لو ما اكريديت هتضطر ثاني تمشي لناس البريتش كومبيوتينج سوسايتي عشان تعمل كورسات عندهم عشان تقدر تشتغل. فالحته دي مهمه جدا للناس اللي دارين يدرسوا في بريطانيا وتقريبا بعض الدول الاخرى. اتفضل يا دكتوره. كل الكورسات في الجينيتكس انت لما تيجي تقدم لها في اي جامعه، اول ما تجي لحته الابلكيشن هم في البيج الاول بيكونوا كاتبين لك credited by the Royal Society of Biology، او بتلقاه مثلا approved. فاذا ما لقيت حته approved او ما لقيت accredited طوال، انت لازم تتصل بالجامعه يتاكد انها accredited ولا ما accredited. اذا ما accredited يستحسن، لانك انت جاي من السودان overseas student، بدل ما تتعب روحك وتقعد ثاني زياده وحتكون costly بالنسبه لك ومصاريف زياده، اتأكد من البداية أنك أنت داخل credit courses ما داخل حاجة اسمها credit. فدي الحاجة دي مهمة لكل الكورسات اللي أنا حأجليها حسا. أي كورس أنت بتدخله أو من سنة الفاونديشن أو من قبل ما أنت تدخل، حاول أنك تتعامل مع الـ student center، تأخذ معهم appointment، تتأكد زي ما قلنا أول حاجة الجامعة credit. الحاجة الثانية تتعرف على الكورس، تتعرف على محتوى الكورس، هل هو المحتوى ده حاجه اللي انت عاوزها، والحاجه اللي انت عاوزها للامبلويمنت بعد ما تخلص، هل دي الحاجه اللي انت خدتها في راسك للريسيرش بعد اللي انت عاوز تدخل في ريسيرش، عاوز تدخل في بوست جرادويت ستادينج، عاوز تبدا تشتغل طوالي، اتاكد هل دي الحاجه اللي انت الحاجه اللي انت عاوز تقراها، او دي المحتويات اللي انت محتاجها بعدين. طيب انا الفايل ده هعمل له ابلودنج بعدين تحت اللايف، عشان يعني ما يكون بالنسبه لكم حاجه بورين او ليكشر. فنحن هنتكلم بس على كل الديجريز المتوفره في يو كي تبع الجينيتكس. يعني انا عاوزه اوري انه هو الجينيتكس ما بس هي كلمه الكورسات، الديجري هناك ما هي جينيتكس. انا لاحظت اغلبيه الناس اللي بتسالني او من اليوم اللي انتم خدتيته اول واحد اقرا بكاريوس في انجلترا جينيتكس، ف الناس افتكرت انه هو الديجري اسمه جينيتكس وخلاص، جينيتكس ديجري او جينيتكس اندر جرادويت كورس. لا، في lots of مجالات تحت الجينيتكس. في واحد في ثاني كورس اسمه مولكيولار بايولوجي جينيتكس. زي ما قلت كل الكورسات دي عندها محتويات مختلفه تماما انسايد عن جست الكورس اللي اسمه جينيتكس. ففي كورس اسمه جينيتكس ايمونولوجي، الكورس ده لكل الناس اللي هم عندهم شغف الايمونولوجي، فانت ممكن تقرا جينيتكس اند ايمونولوجي توجذر برضه. ميديكال جينيتكس ده الكورس اللي انا درسته شخصيا. وزي ما قلت لكم انا كل الكورسات دي لما كنت في الفاونديشن ايير زي توك مي شور، فانا زي ما انتم شايفين كده انا حددت لكم كل الكورسات اللي هناك الاندر جراديويت كورسز هناك. وانا شخصيا لما جو وروني المحتوى بتاع الميديكال جينيتكس حسيت ده الحاجه اللي انا عاوزاها. فيه مور اوف ا ريسيرش سايد، يعني انت يو ابلاينج الجينيتكس تو ميديكال اند بايولوجيكال ساينس ريسيرش. فانا الشغل اغلبيته كان شغل بتاع ريسيرش، ودي الحاجه اللي انا كنت حابه اني ادرسها لانه
كان more of to develop your problem solving your investigation skills. وانا more of that side يعني ما زال بتاعت حفظ, انا more انسانه بتاعت research بتاعت investigate. فلما جيت لقيت الكورس ده المحتوى بتاعه حيكون شغل بتاع research more, فده الحاجه اللي انا اخترتها لروحي. في الجينيتكس اند ايفولوشن ده تقريبا واحد من الكورسات الجديده, الكورسات اللي بتتكلم مور على البوبوليشن جينيتكس, فحاجه ممتعه جدا نفس الحكايه, وحاجه اتس فيري ابديتد, وحاجه يعني مهمه بقت الان ل ل ل ل يعني حتى لل بقت في حاجه اسمها تايلر ميديسين, فهو مور اوف انه حيدخلك في الحته بتاعت التايلر ميديسين للسيلز. فكورس برضو انه يعني الناس تحاول تشوفه. جينيتكس اند جينومكس يمكن دي اكثر حاجه الناس بتعرفها في السودان. الكورس فيري ستريت فورورد كورس, فبرضو ممكن انا بعدين لما انزله في القناه ممكن تشوفوه. الكورس ده فيه حاجه جميله جدا انه انت يو هاف الفلكسبيليتي of انك to choose المودولز اللي انت حتقراها في الكورس ده. يعني انت عندك مودولز كثيره او سبجكتس كثيره او مواد كثيره تحت الكورس بتاع الجينيتكس اند جينومكس, وانت بتختار كورسز معينه تقراها. الكورسز ممكن تكون فوكس ان انيمالز هيومنز اور سيلز, فانت عندك احقيه الاختيار. فاذا واحد ماشي هو ما عنده تخصص معين في جو الجينيتكس زي ما قلنا ميديكال جينيتكس evolution, immunology, هنجي للبايوكيمستري, انت ممكن تقرا الجينيتكس اند جينومكس وتختار الحاجه اللي انت دايره تحته. في بايوميديكال جينيتكس برضه ممكن تقروا عنه, انا كلهم خاطينهم, لكن البايوميديكال جينيتكس برضه يعني بيدخل في الستيم سيل. بيتكلم مور, حيتكلم لكم على disease, cancer, aging, organism development. فبرضو حاجة عندكم to look at it. البايوكيمستري عن جينيتك زي ما قلنا بالك في تخصصات برضو جوه الجينيتكس. في الكورس ده جميل جدا وهي حاجة بدت recently اسمه genetics with modern language. ف it's a completely يعني بالنسبة لي لما انقريته قلت يا ريت لو كان الزمن ده هو يعني. فبالنسبة للناس اللي هم حابين أنه يقروا لانجويج, يعني في ناس بيقول لك أنا حابة أني أقرا لانجويج, حابة يعني مثلا يعني بتلقى في ناس يقول لك أنا داير أكون مثلا بتاع الجينيتكس و at the same time لكن والله حابة شغل اللانجويج أو اللغات, دراسة اللغات. فده هو الجينيتكس ذاته التخصص, بس بتقرأ باللغة اللي أنت حابيها, اللي هو مثلا ممكن تقرأ بالفرنش بالجيرمن بال إيطاليان إسبانيش جابانيز. والحاجة الحلوة فيها أنه هم بيرسلوك للبلد أنت اخترت اللغة بتاعتها, وبتاخد سنة بتاعت لغة, وبتجي بتتم الكورس ذاته. والكورس هو التخصص بتاع الجينيتكس هو ذاته بس باللغة اللي أنت حابيها. وباي ذا واي أنه في ناس كثيرة اختارت الكورس ده بالجابانيز لانجويج, كانوا حابين شديد أن يتعلموا اللغة جابانيز, فهم اختاروا الكورس. طيب في حاجة هنا أنا عاوز أقولها أنه أول ما تدخل الكورسات وتبدأ تختار هتيجي تلقى حاجة غريبة. هتيجي تلقى أنه يقول لك والله الكورس ده 3 سنين لكن 4 سنين مع الفاونديشن يير, أو هتيجي تلقى أنه والله الكورس 3 سنين لكن 4 سنين مع industrial placement أو year abroad أو sandwich placement ولا research year. في ناس كثيرة ممكن تكون جاية بمصاريف معينة خاتين أنه والله أنا مفروض أدرس 3 سنين وأمشي, ما حقدر على السنة الزيادة دي. It's okay, yeah, it's fine, you can do it. لكن ما تنسى أنه دي السنة دي ما حيكون عمل مساعدة. سنة الفاونديشن year مرات بتكون إلزامية بالنسبة لك لو هم أنت من البداية. في حاجة برضو دايرة أذكرها, أغلبية الناس بتقول أنه أنا لازم أدرس آيلتس حتى أقدر أبدأ الجامعة. No. أنا حاجة بعدين أتكلم على أنا اشتغلت في Cultural Borough of KSA في لندن, واشتغلت مع student كتار شديد جاي من السعودية. فأنت you don't have to, لأنه أنت أصلاً حيجيك exam, حيتعمل لك exam للانجويج بتاعتك.
قبل ما تنزل الجامعة. فهنا انت يا اما حي زي بروفايدنج ذا فاونديشن، الا لو حتى لو الباك جراوند بتاعك ما جاي من سترونج انجلش لانجويج، فانت لازم تعرف البيزك بتاعت الكورس ده، فحيدوك البيزك ده في الفاونديشن اير. فمرات الفاونديشن اير بتكون بالنسبه لك الزاميه عشان تنزل الكورس، فانت الكورس بتاعك حتلقاه مكتوب 3 years، لكن عشان لما تيجي تبدا حتلقى روحك انت في 4 سنين ما في 3 سنين بتخلص. انا بس حابي اضيف يعني ده كلام بالمناسبه كلام مهم جدا جدا يعني على كل الناس اللي اخذوا شهاده سودانيه وعايزين يمشي يدرس البكالوريوس في بريطانيا، الكلام ده بالمناسبه مهم جدا. وشكرا انه الدكتوره يعني ادتنا له بصوره صوره جميله. يعني برضه الفاونديشن ما كل الجامعات يا جماعه بتديك الفاونديشن هي، تمام؟ جامعات معينه، فانت مثلا داير تقرا طب زي السيناريو بتاع الدكتوره يعني تقوم تفتش الجامعات اللي بتدرس الفاونديشن هي اللي بتديك الطب، تمام؟ وتقوم تقدم لها. فلما تقدم لها هم ما بيطلبوا منك الايلتس، لانه هم اصلا الفاونديشن هير دي بدرسوك الانجليزي وبدرسوك الحاجات الميسنج من الحاجات المفقوده في الشهاده بتاعتك السودانيه، تمام؟ عشان بعدك يخطوك في الليفل بتاع زي انك انت قريت الاي ليفل هنا اللي بيدخلك الجامعه في بريطانيا بيساووك بالمستوى ده، بعدك بتمشي تقدم للجامعه، تمام؟ تفضل يا دكتوره. طيب في الساندويتش بليسمنت ولا الاندستريال بليسمنت ولا الاير ابرود، دي دايما بتكون بعد السنه الثانيه. خلاص انت بديت الكورس اوريدي وتخصصت في الحاجه اللي انت عاوزها، لما نقول تخصصت يعني انت لانه سنتك الاولى كانت فاونديشن والسنه الاولى برضه اولى جامعه برضه هي سنه عامه جنب، بتكون مع كل التخصصات الثانيه اللي انت شفتها دي. فالسنه الثانيه انت خلاص بديت دراستك، بعد السنه الثانيه في ناس حتلقاهم فجاه اختفوا، الناس دي قرروا انه يعملوا اير ابرود ولا اندستريال بليسمنت. الجامعه ذاتها هي بتوصلك للابات، فارماسيوتيكال كومبانيز، مستشفيات، ريسيرش اورجانيزيشنز، او حتى ريسيرش ذاته في الجامعه نفسها. وانت بتختار الحاجه اللي انت حاسس بروحك انه انت بعد ما تتخرج من الجامعه عاوز انه to take it further، فانت you will take the experience من الجامعه. يعني احنا دائما عندنا فهم انه انا بعد ما اخلص الجامعه واخد البكالوريوس ابدا التريننج بتاعي، لا، انت بتعمل التريننج وانت في الجامعه، عشان انت لما تيجي راجع للجامعه في سنتك النهائيه انت كده بقت عندك سكيلز، ما بس انا سكيلز علميه، لا، سكيلز عمليه وعلميه، عشان حتى الحاجه اللي انت درستها اوريدي تكون يو ابلايد في الشغل بتاع. دي بتكون سنه، وسنه برضه حتكون عليك زياده اذا انت من البدايه مفكر انه انا والله اي ونت تو جين ذا سكيلز وايل ام ستادينج، اتذكر انه السنه دي برضه انت حتكون داخله لك في سنه الجامعه، يعني بدل ما تكون الكورس 3 ايرز حتبقى لك 4 ايرز. نعم. برضه عندك الريسيرش يير، دي بتكون دائما خلاص في اخر سنه، اخر سنه بدل ما انت تتخرج، لا، بتقول مثلا في البروجكت الفلاني وانا عاوز اعمل البروجكت، عاوز اعمل البروجكت الفلاني قبل ما اتخرج من الجامعه. الحته دي مهمه شديد للناس اللي حابين انه يدرسوا، حابين انه يشتغلوا ريسيرش. واي؟ لانه انت هنا بتلقى روحك انفولف في ريسيرش بروجكتس كبيره جدا. الحاجه دي انت حتبداها من الجامعه مع الـ مع الـ مع المؤسسات دي، وبعد ما تتخرج انت يكون كونتينيو خلاص شغلك معاهم. وبدل ما كنت انت انترنشيب ولا كانت بليسمنت، لا، انت الان امبلويد وعندك سالري وايفرثينج ايميديتلي افتر انك تخرجت. فما تستهونوا بالحاجات دي، ما تستهونوا بالبليسمنت اير ان ميدل اوف يور كورس، لانه انت بتخلي العالم يتعرف بك، انت بتخلي المؤسسات تتعرف بك، بتتاكد 100% انك بعد ما تتخرج انت عارف تمشي وين، انت عارف تشتغل شنو، او في مؤسسات اوريدي هناك وانت عملت كونتاكتس ناو، عندك كونتاكتس، عندك معارف ناو. فدي دي دي حته لازم تنتبهوا لها شديد، وبالذات الطلبه اللي ان شاء الله ماشيين قريب، وربنا ان شاء الله يوفقهم كلهم يا رب. هنا انا كده انتهيت من الشير بتاعي. نعم. دي معلومات مهمه جدا جدا عندي، بس سبحان الله اثناء ما بشوف في الـ في الـ في الـ في الـ الـ السلايز بتاعتك دي، لما انت كنت في الفاونديشن يا دكتوره كان ممكن تقدري تعمل الحاجه دي، تقدمي الحاجه دي بطريقه مبسطه زي ما قدمتها لنا اسعد دي، كيف يعني لما كنت في الفاونديشن لما ايوه بنفس يعني بنفس الكونفيدنس وبنفس
لما مشيت انجلترا؟ ايوه. لا طبعا خالص، انا كنت انسانه مشتته تماما، يعني حاسه بروحي انا ما عارفه اعمل شنو، انا ما انا 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 ما عارفه ابدا كيف. الحاجات دي فهمتها سبحان الله، ممكن اقول لك بعد ما تخرجت من الجامعه، بعد ما في ناس كثيره بقت تسالني، بديت امشي ارجع واعمل ريسيرش عشان اجاوب للناس، عشان اساعد الناس. لكن لا، انت تمشي عمرك 19 سنه، انت انسان، انت حتى your personality is not developed yet، انت you are not a complete adult yet يعني. ف وانسان لسه يعني، في ناس بتكون ماشيه عندها اهداف معينه، بس استيل انا بفتكر انه 19 سنه حتى هدفك ده انت بيكون لسه مهزوز، كل يوم ممكن، كل يوم ممكن يعني تغيره. فلا العكس تماما، انا لما مشيت ودايره اقدم للجامعه، فهم قالوا لي لازم تعملي فاونديشن يير. وانا عاوزه اقول انا اول جامعه قدمت لها هي كوين ماري يونيفرسيتي. معلش بس وقف لنا الشير عشان اوكي. ايوه ايوه تفضلي. ايوه اول جامعه انا كنت قدمت لها هي كانت كوين ماري يونيفرسيتي، وكان عندهم فاونديشن يير، وبدأت معاهم الفاونديشن يير في، كان السبجكت كان جينيتكس عامه. واول ما بدأت انا حسيت يعني، وانا في الفاونديشن يير ذاته حسيت انه لا، دي من المواد اللي انا عاوزاها، المواد دي حفظ، انا حاول احفظ 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 ده ما تبعي يعني. انا دايره شغل بتاع ريسيرش. مما بدأت السمستر الاول وبدأت أعرف المحتوى اللي إحنا حندرسه في Year One، أنا طوالي طلعت من الجامعة. وبتذكر يعني كنت صاحبت already صحبات، كانوا سبحان الله كانوا إماراتيات يعني، وكنا بنكره مع بعض وكل حاجة. وبعدين بدأت أني أتكلم معهم أنه أنا ما بقدر أحفظ، أنا ما إنسان بتاع حفظ خالص. فمشيت وتكلمت مع الجامعة وكده أنه أنا يعني زي الدارس تقيل يعني، أنا ماشي. وده برضه داير اقول لك انه من التشتت الذهني اللي انت فيه، انت في حته جديده، انت ما معك عائلتك، انت بيت كمان، والبيت ان احنا في الكلتشر السودانيه عندك حاجات كثير شديد بتكون بتواجهك برضه. فطلعت خليتكم ماري، وفي جامعه كانت always stick in my mind اللي هو جامعه كورنيل يونيفرسيتي، الجامعه دي درس فيها الوالد الدراسات بتاعته العليا، وكنا دائما بنشوف المجلات في البيت بتاعت كورنيل يونيفرسيتي والشهادات بتاعته around the house. وبعدين هو كان يعني طبعا يعني انسان ذكي جدا، فكان الارشيف بتاع كورنيل يونيفرسيتي عندهم كده زي حته كده خاتين فيها يعني الطلبه المثاليين او الطلبه جابوا ارقام مثلا مثاليه في حاجه معينه، فكان هو صورته قاعده في الحته دي، كان جايب تقريبا في ماده كانت 99% والبوينت دي أخذوها منه عشان حاجة كده ما بتذكر شنو. فالحاجة دي كانت stick in my mind، وكنت بس دايرة أدخل الجامعة دي. الجامعة دي عريقة وأنا بسمع بيها ونفسي فيها يعني، نفسي أدخل. فجيت عينت، لقيت فعلا عندهم البايو، عندهم الميديكال جينيتكس، لكن ما عندهم فاونديشن يير، عندهم البليسمنت يير بعد تجي تخش سنة تانية، لكن ما في فاونديشن يير. والفاونديشن اير بتحكي لي بالك انا ما خلصتها في كل ميري، ولو كنت خلصتها يمكن كانوا دخلوني طوالي. بس ده برضه زي ما قلت لك، عدم المعرفه بانه انت ما عملت يور ريسيرش فيري ويل، انت ما كان في انسان بيوجهها. فانا داير اقول لكل الطلبه، حاولوا تشوفوا الناس اللي مشوا قبلكم يوجهوكم قبل ما تمشوا، لانه يمكن انتوا لما تمشوا هناك في التوجيهات متوفره في الجامعات وفي الكليات وفي اللايبر او في المكاتب، في حاجات كثيره وهي متوفره لك، لكن المشكله انت ما عارفها، لانه نحن ما جايين من كلتشر بيورينا انه والله المعلومات متوفره، it's in your hand، دي ما حاجه نحن عارفينها. ف try to find الناس اللي مشت بهم. قبل كم يوم كنت بحضر في حلقه انتوا عاملينها مع تقريبا بروف شريف، ايوه نعم تقريبا، فهو كان بيتكلم انه كان في جلاسكو لوتس اوف الدكاتره معاه. شوفوا الناس ازاي ديل، فتشوا الناس ازاي ديل، ديل يعني علم يعني في 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 السودان. نعم ومش عشان كذا نحن في مبادره الباحثين السودانيين يا جماعه، هو معانا
يعني يعني معانا ما شاء الله يعني ناس دكاترة وبروفيسورات وكلهم يعني، فدائما بيدوهم يعني اي واحد عنده سؤال بيكتبوه طوالي بيجاوب له السؤال بتاعه. هسه يعني النقل المعرفة والشيرنج انفورميشن، التبادل المعلومات دي بقى سهل جدا جدا يعني. هسه نحن معانا هسه في اللايف بنرحب بهم معانا دكتور رازي برضو يعني استاذ جامعي في السودان ودائما معانا ومشاركنا الهموم مع بعض. معانا دكتور انور لكن بس استاذا، فكنا بنتمنى انه يكون حاضر معانا شويه. وعندنا مثلا باشمهندس حيدر معانا هنا برضو، فيعني ده كلهم والله يعني في صفحاتهم اي معلومه اي بتلقاها سهله جدا يعني. زمان الحاجه صعبه جدا يعني، زمان في وقتنا لما نحن بدينا الواحد يدرس في الجامعه كده ما لا كان في انترنت لا كان في فيسبوك يعني، فالمعلومه صعبه جدا جدا، لكن هسه المعلومه متوفره وفي ناس تعبانين عشان يوصلوا لكم المعلومه دي لله يعني، بس لا يريدون جزاء ولا شكورا يعني. هسه مثلا الدكتوره دي قاعده معانا ساعتين وعامله السلايدز بتاعتي دي كلها عشان الناس تستفيد منها. حتى اذا انت مثلا الليله الناس اللي بيشاهدونا دي لو انت مثلا ما عندك الرغبه تدرس او خلاص درستها، شير الحاجه دي وصلها لزول ثاني يستفيد منها يعني وينوبك الثواب يعني. يديك العافيه يا دكتوره، اتفضلي. برضو عاوزة أقول يعني أنه يعني في خبراء كتير في السودان وخارج السودان، والله يعني أنت بتحس من حياتهم العملية والعملية بالذات، هم الناس دي very very busy، لكن يعني ما في يوم أو لحظة حسينا بأنهم بيدخلوا بالمعلومات. فأنت ما تفكر والله في عندنا نحن حواجز في السودان، لأنه نحن we grow up بموضوع الواسطة، فنحن خدينا في 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 دايما اور مايند انه نحن ما بنقدر نتكلم مع فلان لانه الزول ده حاجه كبيره شديد، كيف انا يعني اتكلم معه حيجاوب لي؟ لا والله سبحان الله، يعني ما تتخيل انه كيف انه ممكن يجاوبوا ليك، انهم عمرهم ما دخلوا بالمعلومات وانا شفت خبرة كثير يعني. وانا عاوزه اقول انه انت قبل شوي كنت بتتكلم انه زمان التواصل ما كان سهل، حس في واتساب، حس في انت ممكن تخش لينكدين حتى وتلقى اسماء الناس وتحاول تتواصل معاهم، ماسنجر لو في الفيسبوك وبتواصلوا معاها. انا بتذكر لما انا طلعت من كوين ماري وبحاول اني اخش برونيل يونيفرسيتي، بدات تو ريسيرش اباوت الجينيتكس لو في اي ناس سودانيين درسوا الحاجه، والحاجه دي سبحان الله كان والدي قال لي، قال لي طيب انت دي دراسه جديده وانت ما عارفه اصلا بعدين حتبقي شنو حتعملي شنو، فانت كده حاولي شوفي هل في ناس درسوا الدراسه دي عشان تاخدي من خبرتهم تعرف الحاصل شنو. فانا لما بدات ريسيرش الاسم الوحيد اللي جاني كان بروف معيز بخيت لو بتعرفوه. نعم. فبتذكر رسلت له وكان عندي ياهو ايميل، فبتذكر في بيبر كده كان كاتبه كان في الايميل بتاعه ده، فرسلت ايميل طويل عريض انه انا عملت كده وجيت هنا وداير ادرس كده كل الكلام من قلب بقوله ده رصيته ليه وشفتها أظن 4 صفحات. طبعا ما وصلني منه أي إجابة. اتعرفت على بروف معز بخيت يمكن قبل سنة أو سنتين في نفس الوقت اللي اتعرفت على مستر هيثم في مبادرة، وأول حاجة قلت له لما عرفته كويس قلت له أنا رسلت لك لما أنا محتاجة لك وما جاوبت لك، فقال لي أنا لازم أمشي والكلام ده دبشته قبل 14 سنة، فقال لي انا لازم امشي افتش الحساب ده عشان اشوف الايميل بتاعك ده كتبت لي فيه شنو. فانا داير اقول لكم انه خبرائنا والله ما قاعدين يبخلوا، لكن يمكن احنا ما بنواصل او زمان ما كان عندنا طريقه التواصل. فحاولوا تو ريتش اوت يعني للناس، لانه زي ما قلت لكم انا المعلومات دي عرفتها بعد او بعد فتره طويله، كان ممكن انجز اسرع، كان ممكن في سنه اتاخرت فيها، كان السنة دي ما تأخرت فيها لو أنا كنت سألت الناس اللي قدامي. يديك العافية. ومن هنا طبعا من حي بروف معز عمر بخيت، واستضفناه هنا بالمناسبة يعني، عندك كان حلقة جميلة جدا جدا، ولكن أنا متأكد إنه الإيميل بتاعك ده بيكون ما وصله، لأنه هو زمان يعني كان في الحاجات البسيطة في طوالب قبل ما نتعرف عليه شديد يعني. ففعلا يعني التواصل مهم جدا جدا، وزول يشوف يعني في المجال بتاعه، ما خلاص انت ده خطيت المجال الاكاديمي بتاعك في الحاجه الفلانيه، انت بعد شوف ناسك وين، خليك مصلحتي لمصلحتك يعني لمصلحتك الشخصيه في الموضوع ده، خليك مصلحتي امشي شوف انت زول مثلا داير تدرس الجينتكس والحاجات ده، امشي شوف ناس بروف معيز بخيت، شوف دكتوره هيبه، شوف من الناس الخلاص اللي عبروا في المجال ده،
تمام، زول مثلا انت بتاع اقتصاد بتاع شنو، شوف ناس هيثم، ناس بروف علام والجماعه ديل وكده يعني. فالحاجه دي بقت تصير متاحه جدا جدا، ما صعبه يعني. طيب حتى انا برضه يا مستر ياسين عاوز اقول انه انت حتى يعني لو مثلا بروح مصبخيت انه في بلد ثانيه يعني فانتريتشيم، حتى انت في السودان عندك بالمناسبه بروف منتصر الطيب ده يعني علم في مجال الجينيتكس يعني. انا واحده من الناس اللي انا لما في ثانيه جامعه رجعت اتدربت عنده في المختبر. فانتوا عندكم برضه ما شاء الله يعني خبره في الجينيتكس في السودان متوفر لكم، ما بيبخلوا بأي حاجة برضو يعني، ما حاجة بعيدة منكم يعني، حاجة قريبة. امشوا 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 جامعة الخرطوم بتلقوا كم زول دقوا للباب وبفتح لكم بابه، ما بيبخلوا. نعم. طيب يلا نجي نرجع لجامعة برونيل والحياة في لندن. يعني الحياة في لندن، طبعا لندن من المدن الجميلة والمدن الأنيسة، يعني أنا دائما بقول على أنيسة، يعني عايز العرب بتلقى العرب، عايز الأفارقة بتلقى الأفارقة، عايز الطعمية والفول بتلقاهم في جو الرود وفي شاور بوش. الحياة بالنسبة لك كانت كيف هناك؟ طيب نزلت سنة أولى برونيل وأنا طبعا يعني أوفر ذا مون أني نزلت الجامعة، كل الهدف نزلت الجامعة أدرس فيها الوالد بس طيب الهدف. معلش انا بس، لانه الحته دي بالنسبه لي مهمه جدا. الجامعه وين وانت ساكنه وين وكنت بتصليها كيف؟ طيب أنا ساكنة في وستمنستر مع عمي، والجامعة في ويست لندن. في الوسط ايوه. فكنت طبعا باخد الاندر جراوند ومسافه طويله جدا. بعدينك قمت لقيت حته في الداخليه بتاعت الجامعه ذاتها، ولانه كان الحصص بتبدا بدري طبعا يعني انت عارف هناك يعني الكاشف ما زي اي بلد ثاني، انت بتيجي متاخر بتكون الاتندنس فاتت خلاص. الاتندنس بالمناسبه دي برضو حاجه يعني كويس انه نحن ننتبه لها، انه الاتندنس هو 20% of your يعني final result، يعني ما تستهون بالاتندنس، لا هو الاتندنس ده داخل في النتيجه بتاعتك النهائيه. ففي البدايه بديت في موضوع انه انا الليكتشر الاول ما بحصل، فجيت تكلمت مع عمي وكده وقال لي خلاص نشوف طريقه الداخليه. مشينا شفنا الداخلية بتكون عبارة عن في شقق بتكون ميكس، اللي هي انت عندك غرفتك لكن المطبخ والمؤخذة الحمامات كده بتكون توجيزر، يعني الناس كلها بتستعملها مع بعض. في داخليات انت بتكون عندك الحمام مع او مع زي 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 سويت كده مع بعض، لكن انت بتكون شير المطبخ. هم بيحبوا ان المطبخ يكون شير عشان بيحبوا كل الناشوناليتيز دي تتجمع في بوينتس معينه كل يوم، لو انت اللانجوج بتاعتك ضعيفه تقدر تتعامل مع الناس التانية، تتعرف ذاته على 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 جنسيات ثانيه، على اديان ثانيه، على كلتشر ثانيه، مش بس الكلتشر الانجليزي او البريطاني. فاخترت اخترت زي ما قلت لك انا بيتوتيه ما تنسى، اخترت لانه كل حاجه جوا غرفتي عشان بس اكون قاعده في غرفتي خايفه من الناس يعني. بدينا الجامعة ونزلت الداخلية، وكانت الحياة شوية بالنسبة لي روتينا غريب. الناس بعد ما تخلص اللكاشر بتكون جزرين في الساحة اللي قدام البولدنس بتاعت اللكاشرز وكده، وطبعا الداخلية بتمشي برجلينك يعني من هنا جوا الجامعة. فلا انا بخلص اللكشر بتاعي وبجري لغرفتي اتبسط كنت. فشوي شوي لقيت انه السنه الاولى قربت تخلص وانا ما بعرف ناس، ما دخلت في كلتشر جديد، ما دخلت في مجتمع بتاع الجامعه، ما في اي حاجات يعني ما في اي نيو نوليدج من المجتمع اللي انا عايشه فيه، ولا حتى المجتمعات اللي انا معاي جوا الشقه بتاعتي. يعني مثلا الشقه بتاعتي كان فيها واحده جامايكيه، كان فيها واحدة هندية، عشان تعرف يعني انت حتى جوا الشقة كأنك عايش مع العالم كله. كانت معي واحدة هندية، واحد بريطاني، واحد برازيلي. لاحظ انه انت معاك مختلف البلاد في شقتك وانت ما اخذت اي معلومة جديدة. بدأت شنو لما ادخل المطبخ يحاولوا الناس تتكلم معي، بدأت شوي شوي اتكلم مع الناس، شوي شوي بحاول اني ادخل في الناس، في الرهبة بتاعت يمكن الانجليزي يضحكوا فيني لأن الإنجليزي شوية بتاعي تعبان. بتلقى العكس،
أنه المجتمعات دي مجتمعات جميلة جدا، دارين يتعرفوا عليك. هم العكس، جايين من كلتشر غير الكلتشر بتاعتنا، هم دارين ينفتحوا على على العالم، دارين يعرفوا انت من وين، دارين يعرفوا عالمك شنو، دارين يعرفوا حتى الديانه بتاعتك شنو. فالعكس يعني، ما تفتكر انهم هم دارين بس تو تيك فروم يو، نو، عاوز مش يعني دارين يتعرفوا عليك انت ذاتك. فبدأت شوي شوي اتعرف على الهنديه، بدأت شوي شوي اتعرف على البيت الجامايكيه، بدأت شوي شوي اتعرف على حتى الطلبه اللي معي. واول ناس صاحبتهم كانوا بنتين اخوات ايرانيات، انا ما عارفه لانه حسيت يمكن شويه احنا الكاشه بتاعتنا قريبه لبعض، دول كانوا اقرب حاجه كده، ما كانوا في السودانيين في كورنيل في الـ في الـ في الكورس بتاعي خالص. اتعرفت بعدك على ناس بيدرسوا في الاستراليا بس ما كانوا في السودانيين. صاحبنا شديد، انا والايرانيتين ساره وسبيده، لدرجه انه حتى بعدين الفاميليز بدات تتعرف على بعض، بدات في اهالينا من اجوا انجلترا بيمشوا لاهلهم، يعني دخلنا في بعض شديد. ودي اجمل حاجه برضه في سنه الجامعه، انك انت بتصل الصداقه بتاعتك بتصل للحد الفاميلي، الصديق بالنسبه لك بيبقى لك عائل، لانه انت خليت عائلتك وراك، فانت بتعمل لك عائل، انت بتعمل لك كوميونتي تاني. كولونيال يونيفرسيتي كانت الكوميونتي بتاعتي جميله، لانه الجامعه في حد ذاتها كانت بتحتضنك، بتحس انه كانه اتبنوك من اول يوم انت بتنزل، بتحس انه الاساتذه ديل اهلك متبنينك، يعني سبحان الله كوميونتي كده غريبه شديد، كوميونتي جميله وبتحس بالكوزنس، حاجه يعني زي ما قلت لك حاجه كده احساس غريب، يعني ممكن الاحساس ده يكون في كل الجامعات البريطانيه، بس انا بتكلم عن الحاجه اللي انا حسيتها في الدول يعني. بدوا الاساتذه، كانوا معي طلبه من السعوديه، كانوا معي طلبه من الامارات، فبدوا الاساتذه بيحسوا انه الناس اللي احنا جايين شويه مقفولين ما منفتحين، فكانوا دائما مثلا بيقولون عنه في سنتر مثلا لللانجويج سنتر، ام شو بتلقوا مثلا، بتلقوا الكوميونتي بتاعتكم مثلا في الـ في الـ في العربيك مثلا كوميونتي، يعني الجامعه ذاتها بتلقى في كوميونيتيز، ممكن انت حابب تحسي بروحك يعني ما قادر تتفتح على الكوميونتي سام، بتلقى الكوميونتي بتاعتك صبوها. بتذكر برضو يعني بيحاولوا يحسسوك انك يو ار هوم، يعني بتذكر كانوا بيجوا بيقول لنا باي ذا واي في براينج روم في غرفه صلاه الحته الفلانيه. في اجمل حاجه انا كنت بحبها، اذا احنا في ليكشر وقت صلاة الظهر كانوا الأساتذة، وما تنسوا أن الأساتذة دي بيور إنجليش بيور بريتش، أنت أخذ الأستاذ بالمناسبة حاجة تانية. فبيكون سبحان الله بيكون حافظ الوقت بتاع الصلاة تحت الظهر، فطوال بيقول بالمناسبة صلاة الظهر خلاص بدت وكده، المسلمين الدارين مش يصلوا، انا عم الاود زين، لانه ما تنسى انت عندك اتندنس فممكن تطلع. رمضان لما يجي كان اجمل حاجه المسلمين المعانا وبيهنونا، والمسلمين المعانا هنا لو اي واحد فيهم حاسس بروحه تعبان وكده يرجع البيت، ويجيني مثلا يوم الثاني في البريك اور وات ايفر انا اشرح له. فكانت حاجه جميله جدا. الناس اللي حاسه حتمشي بريطانيا وحتبدا في الجامعات البريطانيه ما تهابوا، ما تخافوا، الجامعات البريطانية بتحتضن الناس بطريقة ما طبيعية، بتحتضن الناشوناليتيز الثانية الجنسيات الثانية بطريقة ما طبيعية، بيحببوك في الدراسة، وإذا أنت لقيت الدراسة صعبة بتلقى الهلب، دائما بتلقى الهلب. هتمشي الجامعة هتلقى أول حاجة لبصف أوراق مخطوطة في الحيط بتوريك تتوجه لهم. عندك مشكلة بتاعت لانجويج، اتوجه زي لانجويج سنتر من الساعة 6 بعد ما المكاشر بتاعتك تخلص، من 6 ل 8 في تقوية للإنجليزي بتاعك. حابب تتعلم لغات، في لغات تانية أنت ممكن تمشي تتعلمها من الساعة 6 ل 8. وأجمل حاجة برضو كنت بتذكرها، لو دار تتخرج من الجامعة بالبكالوريوس بتاعك وبالبكالوريوس تاني بتاع لغة، أنت كل يوم عندك حصص بتاعت اللغة دي من الساعة 6 ل 8، يعني أنت بتتخرج من الجامعة بتو سيرتيفيكيتس. الحاجة دي كانت في كورنيل يونيفرسيتي، ما متأكدة لو كانت في حتة تانية. فأنت بتمشي كل يوم النكاشر من 6 ل 8، فرنش، جابانيز، تشاينيز، whatever.
لما تيجي تتخرج من الجامعه بيكون عندك امتحان عادي، تتخرج بشهادتين، شهاده بتاعت اللغه والشهاده بتاعت الاداره. فالجامعات البريطانيه بتديك نولج ما طبيعي، ما بس في البكالوريوس بتاعك، في الحياه سكيلز، لايف سكيلز دي اهم حاجه بتلقى في كورسات كثيره في سبجكت سكول حاجه سكيلز، مثلا جينيتكس سكيلز، وات ايفر سكيلز، يعني هم ذاتهم بيدرسوك تدريس تمام ريسيرش سكيلز، بيدرسوك حتى سكيلز لحياتك انت، بروفيشنال ديفلوبمنت سكيلز. يا فلا الحياه الجامعيه في انجلترا علمتنا كثير كثير شديد، علمتنا لحياتنا حتى ما بقول بس العلميه، حتى حياتنا الشخصيه. انا تغيرت كثير بالمناسبه، شخصيتي تغيرت كثير من انسان كنت بيتوتي، انسان ما يعني ما داخل غير في العائله، لانسان بقدر اتعامل مع اي انسان، ما عندي رهبه من اي انسان. يعني انا مثلا تقول لي اتكلم مع السي اي او الفلاني، انا ما بخاف انه لا والله دخل لي واسطه وحاجه بعدين كيف لحتات دي لما رجعت السودان حصل شنو. طيب نحن مستمتعين جدا جدا، يعني ساعه وربع يعني وديتينا لندن والسودان ومدرمان وكذا، يعني حاجه جميله جدا. طيب دائما طبعا الحاجز بتاع الطالب بيكون الامتحانات، تمام؟ فانا بتذكر اول مره يعني لما جيت هنا بريطانيا وكده وبديت الدراسه وكده، فكان يعني كان بس همي انه انا انجح في الامتحان، ما كنت عارف انه ذات الامتحان ده يا اخي، الامتحان ذاته درجات، لو جبت كده بيكون ديستينكشن، ولو جيت ما بس همي انه انجح بس. فالموضوع بالنسبه لي كان يعني استرس جدا، وكنت شغال وكده يعني بشتغل وبجي الجامعه وكده، فكان عندنا محاضر بوسني فبدينا نتوركينج، فقام قال لي انت مالك متوتر؟ قلت له اخي الامتحانات. قال لي يا اخي انت ما قاري كويس وكذا. قلت له اخي ما عارف، الامتحانات دائما بتجي صعبه والاساتذه بيصعبوا الامتحانات وكذا. قال لي لا الاخر احنا ما دارين نعاقبكم، احنا بس دارين نعرف انكم انتوا اتعلمتوا ولا ما اتعلمتوا. فيعني من الوقت ذاك ففعلا يعني السيمستر الاول انا بالنسبه لي بس نجحت يعني، كان بعد ذاك عرفت انه ذاته النجاح ده خشم بيوت، فطوالي غيرت السيستم بتاعي وغيرت حياتي كلها يعني. فالامتحانات كانت كيف بالنسبة لك يا دكتورة؟ فعلا الحاجة دي مختلفة توتالي من الحاجة اللي نحن بنشوفها في السودان. في السودان بيقول لك الأستاذ ده والله بس بيعاقبنا عديل، دايما نكون ننظفه عشان نرجح تاني للسمستر، ولا دايما بتلقى الحاجات دي يعني، أو بيجيب الامتحان يعني مستحيل أنك تنجح فيه. أنا زي ما قلت لك أنا شخصيا حتكلم على برونيل يونيفرسيتي، قلت لكم أنه الجامعة دي كانت حاضنة، كانت متبنية، أنت بتحس بروحك أنت ده أبوك وده أمك وده أهلك دايرين مصلحتك، يعني أنت بتحس بجد every day أنه الناس دايرة مصلحتك في 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 كل mock exam، في كل assessment، في كل حاجة. أنا ما كنت بحس أنه الناس دي دايرة تمتحني عشان 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 أنا أضبط، لا كنت دايرة تمتحني عشان تشوفني أنا فعلا وصل لي كل المعلومات اللي هم درسوا لي. في حاجة عاوز أقولها غريبة جداً، أنه الأستاذ هناك لما يلقى الطلبة أغلبيتهم ما جابوا درجة كويسة في 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 المادة بتاعتهم، هي doesn't blame you، ما بشوف أنه الطلبة هم المقصرين، بحس بروحه هو مقصر، هو ما وصل المعلومة ليك، هو اللي بغير التكنيكس بتاعته، هو اللي بغير المنهجية بتاعته في تدريسه، هو اللي بيجيك السيمستر اللي بعده يقوم يقول ليك السيمستر اللي فات ما عملته كده، بليز اتكلموا معي وروني اللي قدرتوا تفهموا شنو واللي ما قدرتوا تفهموا شنو، وغلطي انا وين في انه انا ما قدرت اوصل لكم المعلومه دي. فانت ناس زي ديل بتتاكد تماما انه الامتحان دخلته عشان انت تنجح. فطبعا هناك عندهم انه زي ما انت قلت 50% is pass 60% is بتجي في نهايه السنه، تيجي في نهايه السنه طبعا أول حاجة السنة أولى is not accounted للبكالوريوس بتاعه، سنة أولى بس الأتندس، عشان كده أنا من حسة بنصح كل الناس الماشية الأتندس ثم الأتندس، لأن الحاجة دي نحن عندنا في السودان ما في، الناس ما بتمشي أي ليكشر وبتيجي نهاية السنة تباص وانتهى الموضوع، لا الأتندس 20% credited ومن سنة أولى is counted، لكن سبحان الله سنة أولى الامتحانات ما داخلة في الشهادة بتاعتك النهائية، لكن الأدندس داخل كل سنة. بتجي بعدين زي ما أنت قلت
بتمتحن، عندك الباس، عندك الـ عندك الاونر، عندك الـ بتكون كده ليفلز يعني مستويات. ف لما تيجي تتخرج ما تفتكر انه خلاص انا بس عديت جبت الباس فانا حامشي بواسطه ولا حعمل بس جراديويت بواسطتي ولا حشوف اي واسطه قويه ولا تبقى. لا لا، هي الشهاده بتاعت البكالوريوس دي حتمشي معاك عمرك كله. لما تيجي عشان انت تسجل او ترخص روحك، الشهاده دي انت مسؤول منها، حيسالوك منها اول حاجه. وأسوأ حاجة أنه لما نقول لك تجيب الشهادة بتاعت التخصص من سنة أولى كل مادة لما تيجي تقدم للبوست جراديويت دبلومة، ولما تيجي تقدم لأي وظيفة. ودايرة أقول لكم حاجة غريبة، أنه حتى في البلاد الخليجية دي لما أنت تيجي تقدم لوظيفة علمية بيسألوك من شهادتك القديمة بتاعت البكالوريوس من سنة أولى كل مادة أنت قاعد تشوف. فإذا أنت في السنة الأولى قلت يا أخي ما مشكلة، أصلا هي it's not credited or it's not counted، دي واحدة من الغلطات زي ما أنت قلتها، it's not counted، يا أخي أنجح ولا ما أنجح، فدي خليني enjoy my life السنة الأولى دي. لا لا، أنت بعدين بتلقى روحك خجلان جدا من سنتك الأولى دي. فلا، من سنة أولى الأتندنس ومن الأتندنس، وحاول بقدر الإمكان أنك تجتهد. والدراسة صعبة، في المدرسة صعبة صعبة يعني، لكن دائما بتلقى حلو help موجود 24 hours. نعم. الأساتذة يعني حاجة مبالغة. You want face to face help, you will find all the time somebody. You want knowledge من library، من أي حتة، هم كورسات، هم زي provided to you. وحاجة مهمة جدا بالمناسبة يا جماعة، الشهادة بتاعتك البكالوريوس بتاعك دي زي ما قال بروف علام، يقول لك يعني زي الشامة، يعني بعد ثاني ما بتطلع منك إلا تمشي تعمل لك بكالوريوس ثاني. فالشهادة ذات النتيجة بتاعتك دي بعدين لقدام لو عايز تقدم لشغل، لو عايز تقدم لمنحة، أول حاجة بقول لك النتيجة بتاعتك شنو. لما النتيجة بتاعتك بتكون ثيرد كلاس، دي صعب جدا أنت تنافس بيها. تو اللي هي الدرجة الثانية، ما بعرف شنو بالعربي، دي برضو يعني كده، لكن من 2-1 وفيرست كلاس دي هي انت مفروض تلعب عليهم. يعني لو جبت الفيرست كلاس انت بعد الابواب تتفتح لك، لو جبت 2-1 برضو يعني معتبرة جدا جدا، لكن ما تقل من كده. لو قلت من كده حتى لو دار تقدم لماجستير بقروشك بالمناسبة ما حتلقى. عاوز اقاطعك في الحتة دي مستر ياسين، انه بالمناسبة في انجلترا عشان تحضر، عشان تمشي البيتش دي، يمكن في ناس كثيرة هتستغرب أنك ما لازم تكون عندك ماجستير. إذا أنت في البكالوريوس باي ذا واي جبت فيرست كلاس أو 2-1، أنت ممكن تجمب طوال للدكتور. You don't need ماجستير. الحاجة دي أنا برضو حاسة سبحان الله هنا في دول الخليج، أنا ريسنتلي مقدمة للدكتورة بتاعتي كومبليتلي زي إجنورد الماجستير بتاعي، واستغربت جدا. بقت في بالمناسبه جامعات كثيره وفي بلاد كثيره زي ignoring الماجستير والبكالوريوس بتاعك first class ولا 2-1 جاي من بريطانيا، واكثر حاجه لو جاي من بريطانيا، واكثر وبعدها لو جاي من يو اس. انا ما عارفه كيف المستويات في يو اس كيف بيقولوها، اذا first class ولا 2-1 ولا 2-2، لكن اتاكد البكالوريوس بتاعك ما ينزل من 2-1. 2-1 first class بيوصلك لأنك تجتاز الحتة تحت الماجستير في النص دي وتجمب للدكتورة بتاعتك. نعم. طيب يلا نحن بعد ذلك ننتقل لمرحلة تانية، يعني ديتينا معلومات مهمة جدا جدا على الدراسة في بريطانيا وكتر خيرك. طيب أخذت شهاداتك وتخرجتي من جامعة برونيل، الخطوة بعدها؟ الخطوة بعدها كعبة شديد مشيت السودان رجعت. طيب مشيت السودان بعد ما خلصت البكالوريوس، قلت enough is enough، فالدراسة very tough، داير أمشي شوية كده أخذ راحة سنة، قلت سنة بريك. مشيت السنة السودان، وبعدين أنا زي ما قلت لكم قبل بالمناسبة جامعة برونيل، ما بقدر أتكلم على جامعة ثانية، لكن جامعة برونيل عندها programs كثيرة بتاع trainings بتاع، يعني عندك انت في النص كده ممكن تعمل lots of experience. فانا كنت وايل انه انا بدرس، كنت برضه في اللاب بتاع دكتور مارك هوك،
هو بيشتغل على inherited diseases. فوالا الناس بتمشي يعني تشتغل في لانجوج ثانيه من 6 ل 8 وكده، انا كنت باخد معه تريننج. فاوريدي لما اتخرجت بقيت عندي الاكسبيرينس بتاع 2 years experience في الفيلد بتاعي، وعندي البكالوريوس في ايدي. وزي ما قلت لك الناس دي بتبنوك، بيقولوا لك لايك جود فازر، يعني هم زي helping you too much انك انت تصل للحاجه الدايره. فمثلا انا ماشيه السودان، ومشيت السودان وادوني الخبره بتاعتي في دي 2 years experience وخلاص البكالوريوس بتاعي، ومشيت السودان. مشيت السودان الكلام ده تقريبا كان 2000 وتقريبا 2009 حاجه زي كده. كان تقريبا في مستشفى رويال كير زي بدوا كده يبنوها، وبدوا كده يجيبوا ناس وكده. فانا خطيتها في راسي انا بدي اشتغل في الحته دي. وخطيت كان في مستشفى تقريبا، انا ما متاكده يستبشرون ولا زيتون، المهم تبع دكتور مامو حميده، عنده برضه لاب بتاع مولكيولر ميديسين. فانا خطيت راسي انه والله خلاص انا اقعد لي سنه سنتين كده، وبعدين كان اخوي الكبير اللي هو من البدايه شجعني امشي انجلترا، انه ما اقف دراسه، انا لازم امشي اعمل الماجستير. ففي اخر سنه بتاعت ميديكال جينيتكس هم برضه بيوروك انت ممكن تعمل شنو، برضه بيدوك كده زي لوتس اوف يعني تايم، انه بيشرحوا لك انك انت تدرس شنو في البست جرادويت، انت لو تعمل بي اتش دي تدرس شنو، يعني بيدوك برضه بيفتحوا كده يور نوليدج لحاجات كثيره شديد، وانت تختار وهم زي هيلب يو اوز يور نكست ستيب. بتذكر حبيت المجال بتاع البروجرام بتاع الجينيتك كونسلنج. اول حاجه الجينيتك كونسلنج يعني غير انه نوليدج انت بتوصلها للناس، وانا بقيت خلاص انسانه بحب المجتمع، بحب اني اوصل المعلومات للناس. الحاجه الثانيه مور اوف توكاتيف، انا انسانه بقيت بحب الكلام، كلامي جدا. فحسيت ان الجينيتك كونسلنج دي حاجتي يعني. فالجينيتك شنو بالعربي يا دكتوره؟ جينيتك كونسلنج هو الجينيتك كونسلنج زي السايكولوجي، لكن بس يعني داخل مور في مجال الجينيتكس. يعني انت مثلا بيجيك المريض بعد ما خلاص مثلا عمل الفحوصات كلها بتاعت الفحوصات بتاعت الواتيفر ديزيز عنده، انهيريتد ديزيز عنده، فانت هو بيجيك عشان انت تشرح له الامراض اللي عنده، او الامراض اللي حتمشي مثلا الحامله، او الجنس الحامله، الميوتيشنز الحامله اللي حيكون حامله لاطفال وكده، بتوريه بعد ده الامباكتس في المستقبل شنو، او الامباكتس حسه في حياته شنو، وحياته العائليه شنو. فانا الحاجه دي حبيتها، بحب اني اتكلم مع الناس، بحب اني اوصل معلومات للناس، بحب اني اساعد الناس. فحسيت ان البروجرام ده بعد البكالوريوس انا داير اعمله. البروجرام شرحوا لنا انه البروجرام 3 years لحد ما انت تبقى ابروف جينيتك كونسلر. ال 3 years دي كوستلي، حتى لو انا طبعا لما مشيت هناك مشيت از بريتش ستودنت. بريتش ستودنت طبعا دي حاجه برضه داير اقولها، الفيز بتاعت الجامعه different من الاوفرسيز، من الـ من الـ من الـ من الطالب الجاي من بلد ثانيه. فلا انت لما تيجي تدرس الماجستير احنا كلنا زي بعض بندفع نفس الحاجه يعني، بس برضو انا بتكون منخفضه شويه البريتش من الـ من الـ من الـ من الطالب الانترناشونال ستودنت الربع. ايوه تقريبا. ايوه الجامعه بالنسبه للبريتش ستودنتس بتكون يا اما انت يو جيت جرانتس يا اما انت يو جيت لون. فدي حاجه كانت عبء كبير من شال من اهلي يعني، انا البكالوريوس كنت مدفوع لي من الحكومه يعني، ما انا اللي بحتاج اني ادفع، which is really really good يعني. لكن لما جيت للماجستير كان لا، انا هاخذ عبء على اهلي انهم حيدفعوا قروش الماجستير. فانا الحته دي استوقفتني انه 3 سنين انا حابه اعمل البروجرام ده. فرجعت السودان قلت اخذ هدنه، وكان هدفي من رجعتي السودان اشوف في شنو في السودان متوفر ممكن اشتغله وارجع اعمل فيه الماجستير. فرجعت واول حاجه كان في راسي انه لما جيت عشان خلاص بديت افتش في السودان فيه شنو، وعرفت انه في مولكيولا ميديسين لاب تبع مامو حميده، وعرفت انه في مستشفى رويال كير دي حتفتح في يوم من الايام، برضه حيفتحوا لاب بتاع مولكيولا ميديسين. خطيت خلاص انه انا حامشي انجلترا ثاني اعمل ماجستير في مولكيولا ميديسين،
وارجع ثاني عشان اشتغل في الحاجات دي. فهنا كنت قابلت دكتور محتز البرير تقريبا يمكن صدفه، وبدت الناس تتكلم انه هم فعلا دارين يفتحوا اللاب ده وكده. فهم كانوا بدوا يتكلموا انه اي انسان يشتغل في اللاب ده لازم هو يكون مسجل تسجيل دائم في المهام الطبيه. فبالنسبه لي انا حسيت انه انا كل الكريتيريا المهام الطبيه عاوزينها، لانه انا عندي اختي قبل في مختبرات، فهي عارفه انا ناس المهام الطبيه دي حيكونوا محتاجين لشيء. مشيت قدمت ورقي في المهام الطبيه، وبعد 15 يوم رجعت ثاني عشان اعرف ورقي مشى وين، فلقيت انه الورق ما مشى لي قدام، ما مشى لاي حته، يعني قاعد في حتته. طب سجل تسجيل مؤقت، حتسجلوني تحت اي حته؟ قالوا لي والله تمشي انا بس ما عارف الاسماء بتاعت الموظفين شنو، لكن تخيلي الامين العام او حاجه زي كده تمشي له وهو بيشرح لك. ففعلا الشباك كانت الجهه اليمين بتذكر، ودوني لمكتب كده في الجهه الشمال، دخلته فمسك الشهادات بتاعتي كده، قال لي والله طبعا احنا ما عندنا الفئه بتاعت مجال دي هنا في السودان. وبالحرف الواحد قال لي تعالي لنا بعد 50 سنه. دي اللي هي الطب الوراثي مش كده؟ طبعا بالنسبه لاي زول بيخبط وبيشيل الشنط وبيقول مع السلامه، طبعا خلاص انا عرفت هنا انه انا انسانه ما حتسجل، وبما انه انا ما حتسجل تسجيل دائم معناته انا ما حقدر اشتغل في اي معمل في السودان. رجعت بتذكر محبطه، طيب حاولت معاه ولا طب انتوا عشان تفتحوا فئه المفروض يحصل شنو؟ فهو قال لي لا عشان نفتح فئه لا لازم يكون في على الاقل 10 او 12 دارسين نفس الدراسه. المهم خلاص عرفت ان الموضوع ده انتهى. طيب قلت له ممكن تساعدوني تفتشوا ناس؟ قال لي احنا عارفين ان الناس اغلبيتهم اللي هم دارسين المجال ده محضرين الدراسه، لكن ما في عامله كبيزك بكالوريوس يعني. مشيت حكيت الكلام ده كله كان للوالد وكل حاجه. فنحن طبعا في العائله ما في حاجه اسمها واسطات، تجتهد 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 تصل للحاجه الدائره بايدك ورجلك بس، لكن ما في حاجه اسمها واسطه. فقال لي يعني حاولي انك انت تشوفي تعملي شيء، يعني اذا انت دائره تقعدي هنا في السودان. فبتذكر يعني انا زي ما قلت لك الشخصيه بتاعتي بقت ما شخصيه زمان، بقت الشخصيه بتاعت في حماس، في انه انا I can do it, you know. فبصل للحاجة، الهدف اللي أنا خدته حأصل، ما حأخط العقبات بتاعت السودان اللي أنا لازم لواسطة ولا هم قفلوا في طريقي، لا بقيت بحاول بقدر الإمكان أنه أنا حأصل. فبتذكر مشيت الوزارة الصحة براي، قلت امشي لوزير الصحه، وكان الناس اللي بيضحكوا فيني قالوا لي انت جاي وزير الصحه ده بتدخل لي وبس كده ساكت. فقمت قلت لهم خلاص نحن تعلمنا جايين بعد ده بتعليم انجلترا، انه البروفيسور في الجامعه ده لخدمتك، والهدمه والمانجر بتاع الجامعه ده في خدمتك، والعالم ده كلهم قاعدين لخدمتك بس. فطبعا بقيت راجع السودان بين وزير ده وخاتين وزير ده شمع لخدمتنا نحن. مشيت شلت شهاداتي ومشيت. دخلت وقلت الوقت ده كان في وزير تقريبا بيسموه اتحادي ووزير حاجه ثاني ما بتذكر شيء، ولائي نعم ايوه. فدخلت ما كان كان الوزير في الوقت ده قبل يمكن ما كان يكون مامو الحميده ما بتذكر انه. المهم مشيت قدامي، اول ما جيت دخلت لقيت كده مكتبين قالوا ده هم المدراء بتاع المكتب. فأنا طبعاً استغربت شديد، يعني وايزرس تو يعني مدراء لمكتب يعني، وفي سكرتير كان قبل، دخلت بعد السكرتير للمدراء قلت لهم بس دايرة أقدم ورقة ده حاصل كده كده كده. فقالوا لي طبعاً إلا بأبوينمنتس وكده، وقمت قلت لهم ما مشكلة خلاص جست أي وقت افضوا فيه أنا قاعدة لكم هنا، ما ماشي أي حتة ما متحرك. هو قاعد جوا قالوا قاعد جوا، يعني هو قلت لهم لما نجي ماشي بيت وش بيجي طالع من هنا عشان يركب عربيته، قال لي خلاص بس قابله كده كده، ما كان عندهم مفر مني، حقابله الليل حقابله. المهم قعدت في كنبه كده وبقيت منتظره. فهم بدوا كده شنو الزوله دي ما حتمشي من هنا كلكم، قدر ما بدوا يقولوا في كلام وقدر ما كانه ما في زول بيتكلم معي انا الليل حصل. المهم بعد فتره كده قام جاني منهم واحد بعد ما دخل شنو اللي يتفضل ممكن تقابليهم. قالوا تمام. المشكله انا من دخلت جوا لا هو قدامه ورق ولا هو معاه ناس عشان هم يقولوا لي قالوا انه في ميتينجز،
كان قدامه بالظبط بلحتين قاعد يلعب بيهم بالظبط. المهم قعدت قال لي خير ان شاء الله، فقمت طوالي كده دخلت له في موضوع انا متاسف شديد يعني لو ضايقتك وكده، لكن والله يعني انا عارفاكم، قلت شنو احنك شوي، انا عارفاكم الشعب هنا وانا متاكده انه اي مواطن بيجيكم برا انتم بتقابلوه، وطبعا كله كذب في كذب، لكن قلت احنك الراجل بس عشان يمشي لي اموري. طيب الحاصل شنو؟ قلت حكيت له الحاصل كله، انا جايه درسي كده كده كده، الناس دول احبطوني، وات ذا نيكست ستيب. قام قال لي كده اوريني ورقك، اديته الورق بتاعي شافه كله، قام قال لي والله شفتي التشيرمان بتاع المهنه الطبيه ده نسيبي، وقاعد يحكي لي على قصه العائليه. المهم ضرب لي لدكتور عبد الرحمن، كان الوكيل ده هو بتاع التشيرمان بتاع المهنه الطبيه، وداني له. والحاجه اللي انا بتذكر الوكيل ده كان انا يعني تاسفت ليها شديد، انه الوزير ده انا ما قادر اتذكر اسمه ما قدر يقرا ميديكال جينيتكس، فقال له والله جاتني واحده مواطنه وقالت انه هي دارسه حاجه في بريطانيا وشهادتها قدامي، وهو ما قدر يقرا ميديكال جينيتكس، قال له هاك انا بديك لها عشان هي تقرا لك المجال بتاعها. فاخذتها، فقام قال لي اسمك منو؟ فقمت قلت له اسمي هبه عبد الرحيم سعد عمر. فسكت كده فتره، بعد شوي قام قال لي طبعا انا الوالد كان الوقت ده اوريدي نزلوه معاش اختياري والمقاس ورقه الانقاذ سنه 92، كان معاهم في قضايا كثيره في المحاكم، يعني القضايا دي كلها بتلقاها في واحد من الكتب بتاعته، فكان عنده مشاكل كثيره مع الانقاذ، فانا كنت عارفه انه تستخدم اسم عبد الرحيم سعد عمر ده يمكن يدخلك في عواقب اكثر من انه هنا هي، ما بالذات في الوقت ده يعني في اللحظات دي. فقام سكت كده، فانا قلت خلاص ده حينتهي من الموضوع. فقام قال لي انت عارفه انه انا امس كنت في اجتماع مع ابوكي، وغريبه انك يعني ما قال لك امشي لبروف عبد الرحمن يخلص لك اموري. قلت له طبعا احنا يعني في البيت ما في حاجه اسمها واسطات، انت تمشي تحارب لحد ما تصل هدفك يعني. فقال لي خلاص بكره الصباح تجي وعشرة صباحا تكتب اسمك بالكامل عشان لما يجي يقولوا لي دخلت. قلت له تمام، مشيت له وفعلا حكيت له الموضوع كله، قلت له ناس ديل قالوا لي تعال بعد 50 سنة، يعني انتوا تحفزون نرجع بلدنا وندي الحاجه اللي تعلمناها برا نوصلها للسودان، ولا ان احنا تقولوا لنا ارجعوا امشوا؟ فقام طبعا قال لي لا والله بالعكس، كان انسان يعني من الناس في السودان، يعني انا ما اعرفه حس هو وين، لكن يعني إذا عايش يعني ربنا إن شاء الله يديله طول العمر ويديله الصحة والعافية. فقال لي لا بالعكس، يعني أنا حساعدك بقدر الإمكان أنك أنت تقدر تسجلي، ونحاول بقدر الإمكان أن نلم ناس دارسين الدراسة، بس في البداية تحاولي تمشي تفتشي الجامعات منو الممكن يمسك الفئة دي، لازم طبعا يكون في بروفيسور يمسك الفئة الآن إحنا هنكونها دي. فقلت له أنا معاك قاعدة ونكون الفئة وكل حاجة. لقوا كم طالب بيدرسوا في دراسات عليا في الجينيتكس تقريبا في جامعه الخرطوم، بس ما في البكالوريوس. فقاموا قالوا خلاص ان احنا هنكون فئه اسمها احياء دقيقه وندخل جوا الفئه دي. قلت لهم ما في مشكله تمام. لقيت استاذه اسمها كان استاذه اسيا بتذكر في جامعه الاحفاد، فهي مشكوره الوقت ذاته، قالت انا بمسك الفئه عشان الناس دي بس تسجل. وعملت لنا امتحان وامتحنا ونجحنا. بعد ما نجحنا وعملوا لنا التسجيل المؤقت، جات بروف آسيا قامت اعتذرت وقامت قالت خلاص انتوا بقيتوا الفئة، وانتوا اصلا انتوا مش بس الفئة، انتوا الاعضاء ذاتهم بتاعين الفئة، انتوا الناس الثانية اللي قدام هتحطوا كل حاجة للفئة دي. الحصل انه اول زول اتغدر به هو زول العمل الفئة. اول ما الناس دي مسكت الفئة قاموا قالوا والله الزولة دي ما درس دراستنا وما تبعنا وما ادوني التسجيل بتاعي. ما رجعت لبروف عبد الرحمن تاني لسبب انه انا كنت هنا خلاص حسيت انه انت بتحاول تصعد عقبه من بعد عقبه، وبتحاول وصلت لحته معينه، وانا اجتهدت بقيت يعني انا كل يوم الصباح بالامجاد من جامعه الاحفاد افتش في استاذ يمسك الفئه، افتش في الناس، انت عارف انا كنت بمشي جامعه الخرطوم كل يوم عشان افتش منه
اللي بيعمل في المجال ده بيدرس حاجه بسيطه بس عشان اجيبه. فجيت في النهايه انا اخر واحده وامتحنا ونجحنا وكل حاجه، اخر واحد جاي قال والله ما بنقدر نسجل التسجيل دائم معانا، انت مجالك ده اصلا انت الوحيده الدارسه في السودان. فرجعت لاخوي وقلت له انت عارف شنو، انا مش هعمل ماجستير ارجع تاني خلاص اتقفل. رجعت انجلترا تاني ورجعت اتصلت بدكتور مرفوق، وزي ما قلت لك هناك كل البروفيسورات بيكونوا متبنينك، وبالمناسبه الى يومنا هذا اي ريفرنس انا محتاجه له بيتصلوا وبيكتبوا الريفرنس، دكتور مرفوق، دكتور كريس بيريس بيكتبوا الريفرنس، بيسالوا من عائلتك، جل بانديميك حصلت شنو. فسبحان الله عشان تشوف انه يعني البلاد الثانيه بتحضنك كيف، ونحن بلدنا السودان بتنفر، ودي حاجه يعني دي مساوئنا انه نحن والله لو حضرنا الخبراء بتاعنا ده حنصل لحته، هم خبراءنا دي الموصلين بلاد ثانيه بالمناسبه للتطور والديفلوبمنت الحاصل في بلاد ثانيه، ونحن قاعدين ننفرهم من السودان. انا واحده من الناس في سنتين حسيت انه انا ثاني ما حارجع، لانه انا تعبت لحد ما اصل لحته معينه، وفي النهايه جيت لاخر بوينت وقال لي مع السلامه. فرجعت ثاني وتكلمت مع دكتور مرفوق، قلت له انا دايره حاجه في الريسيرش، انا بحب الريسيرش، ولكن في كورنيل يونيفرسيتي ما دايره اطلع من الجامعه، دايره اشوف الشغل. فنزلت الكانسر ريسيرش ماجستير، والى الان انا مستمره في الكانسر ريسيرش. ما شاء الله. طيب ال 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 الحاجة اللي كونتوها دي، الفئة اللي كونتوها دي، يعني خلاص اتكونت في سوق في في ال في مجلس التخصصات الطبية، بقت حاجة معروفة يعني. أيوة بس تحت مجال الأحياء الدقيقة. طيب دراسة. نعم. يلا بعد ذاك المرحلة يعني رحلة جديدة اللي هي الماجستير، ولا وصلت في شغل برا يعني؟ طيب في السودان أنا كنت، وأنا طبعاً شغالة في حاجاتي دي كلها، كنت قدمت لرويال كير وكانوا أخذوني، بس هنا كانوا، وده برضو كانت مرحلة تانية عنهم، أنا كيف قدمت لرويال كير؟ يعني جيت مرة وبس عجبني المبنى، وقلت أنا نوع الناس اللي لما نخد هدف عارفة أنه ما في واسطة حتوصلني للهدف، بكون بجري للهدف بروحي، يعني بتحمس وما بخد، يعني ما بتشائم، من نوع اللي بتشائم، بقول لا حتى زي دي ما حيمسكوني ولا الا بواسطه. وكنا سامعين انه الناس اللي بياخذوهم في المستشفى دي كلهم واسطات معينه، كلهم مستويات معينه، فدائما ما بتشائم، لا خلاص دي الحته اللي انا دايرها فانا حاصل لها حاصل لها. معلش دار استاذنك دقيقه واحده، معنا دكتور رازي بس لانه هو عنده محاضره، فبس سريع كده حناخذ المداخله بتاعته. اتفضل يا دكتور. دكتور رازي في السودان طبعا، وعنده محاضرة الساعة 10 توقيت السودان يا دكتور. نعمل ميوت. 10 10 دي في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير ياسين وهيثم ودكتورة هبة. مساء النور. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. حقيقة أنا قلت لهم بقيت ما بعرف إنه ليلة الخميس إلا ما أشوف ياسين أونلاين في فيسبوك. الله يديك العافية دكتور. حقيقة أنا سعيد به، أنا لما بتيجي ما قادر أثبت يعني، المهم أتحمل الظلم والنهي. حقيقة سردي جميل وقصة جميلة وملهمة يعني، وتستحق إنه زول يحضرها إلى نهايتها ويقدم مسئلته. أنا حقيقة داير بس سؤال صغير كده عشان بعد عامشي طوالي يا دكتورة هبة، هل الفيروس زي الكورونا فيروس زي طالما يعني الجينيتيك وحاجات زي دي، هل ممكن يكون مان ميد؟ مان شنو؟ معلش ما سمعت. مان ميد يعني يعني مصنوع في معمل، مصنوع في مخبر. عمل زول. والله طيب اول حاجه انا ما اقدر ادخل في انه مثلا هل فعلا اتعمل في لاب وجاء انتشر. ناس كثيره بتقول الحاجه دي ما يعني ما اقدر اخمن الموضوع ده، بس 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 كفيروس انت كان ميك فيروس، دي نمره واحد. نمره اثنين، في حاجات كثيره يمكن بدات تظهر في انه الفاكسينيشن كان يتكون قبل ما الفيروس يطلع،
انه في بالمناسبه في بيبرز كثير تكلمت برضو على فيروس بانديميك قبل ما يظهر الفيروس. في يعني من العلماء في كان يعني تخمين كثير انه في حاجات كانت بعد ما حصلت البانديميك كانت جاهزه. كيف اتجهزت؟ هل كانوا بس يعني هم منتظرين انه في بانديميك ماشي يحصل لكن ما معروف فيروس حينتشر بس هو ما معروف شنو؟ ولا الحاجه دي كانت اصلا هي مجهزه ومعروفه؟ انا شخصيا كنت بحس انه هل الحاصل في الكوكب الارض في البيئه في الانفايرمنت، وانا عملت انفايرمنتال بروجكت هنا في ديبارتمنت اوف هيلث ابو ظبي، الحاصل في البيئه هل هو من تكدسنا عن احنا السكاني؟ فهل البانديميك دي جا عشان يخلص شويه من السكان بتاعنا العالم عشان تقلل من الدمج الحاصل للبيئه؟ اول بروجكت بتاعي كان مع الديبارتمنت اوف هيلث اوف ابو ظبي، كان انفايرمنتال بروجكت في الكوفيد 19، فكنا بنشوف في الارياس المكدسه هل يعني انتشر فيها البانديميك عشان بس هم يعني زحمه الحته دي الاريا دي ولا عشان حاجه ثانيه؟ فالريسيرش انتهى بانه ما عشان الناس مكدسه، عشان التكدس ده من البدايه البيئه في الحته دي في الاريا دي فيها ناس سموكرز، فيها العربات كثيره، فهم اصلا الهيلث بتاعهم is not as strong as الاريز الثانيه اللي بتكون شويه فيها بيئه اقل. فهل لانه تكدسنا عن احنا السكان بقى في الكره الارضيه too much، فهم في اداره غير الاداره الالهيه ثاني، اداره يعني بشريه عاوزه تقلل عشان ان احنا نقدر نعيش اكثر او الهيومن بين يقدر يعيش اكثر؟ دي الفلسفه بتاعتي انا شخصيا، انه هل حصل البانديميك عشان احنا لازم نقل شويه، ولا البانديميك دي حاجه حصلت باي اكسيدنت؟ وطبعا اتفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا، شكرا على الاجابه الجميله. الله يديك العافيه. انت بقيت كيف من الكوفيد 19؟ لا ممتاز الحمد لله، بشكل ممتاز، ونزلت شغل بعد العيد مباشره، والامور الحمد لله طيبه وما في حاجه. سلامتك يا دكتور. الله يسلمك، الله يبارك فيك. الان اؤدي بطريقه رائعه جدا وشغال الحمد لله، والامور ماشيه كويس الحمد لله. انا غايته حسب تجربتي مع الندى الواحد شهدته للاكل بيزيد. فعلا. كمان اثناء الاصابه انت بتكون شره جدا حتى الان دي. طبعا المدام طبعا ما بتدلع اكلها تكون عيان ولا عندك عين، فالايام دي كنت احظى بخدمات دي الدليله. شكلك زدت كده ايام المرض يا دكتور. شكلك زدت ايام المرض مع الدلع، يعني قلت اخر سيدي اسبوعين. بغبغت شويه. هي فعلا فعلا يديك العافيه. طبعا دكتور رازي بعد شويه عنده محاضره مع طلبه بيدرس في جامعه في السودان، فحيكون معاون. شكرا لك على المداخله بتاعتك. انا بدي ياسين بس طرفه في الحته بتاعت الشراهه بتاعت الاكل دي، عندي بنت خالتي فكان عندها ملاريا، المرض العادي اللي بيجي لكل الناس، ولكن هي كانت زوله لحوحه زي يبقى كده، فبقيت للدكتور في رقبته قالت لي إلا تديني روشتة رسمية منك تكتب لي فيه إن أنا لازم آكل جداد، وإن لازم آكل لحمة، وإن لازم أشرب شوربة، وإن لازم آكل فواكه تفاح معاك. فالدكتور احتار في النهاية، لبى لها دعوتها، كتب لها روشتة كاملة بطلبات، مش لها سبب. شايفين ده الدكتور قال أنا عيانة ولازم آكل الحاجات دي بالطريقة دي. اتفضل ياسين. طيب يا دكتور، نرجع لل الرحلة بتاعتك. طيب خلصت الماجستير، وشكرا دكتور رازي، شكرا لك. خلصت الماجستير في برونيل يونيفرسيتي، ورجعت السودان. اشتغلت في رويال كير، كنت برضو لسه جارية برا التسجيل الدائم، وهنا اشتغلت معاهم كواليتي في الكواليتي ديبارتمنت. اشتغلت معاهم تقريبا سنة وزيادة.
في الكواليتي ديبارتمنت، وكل السنه دي انا مش بس انا اللي بحاول يعني، حتى المانجمنت كانوا بيحاولوا معي اني انا اسجل تسجيل دائم، بس لسوء الحظ يعني ما نجحنا خالص، لانه حتى في السنين دي كلها بعد ما انا خلصت البكالوريوس لحد ما انا رجعت ثاني بعد الماجستير ما كان في المجال خالص في السودان، يعني ناس ما كان في ناس دارس البكالوريوس في الجينيتكس. فهنا خلاص انا قمت اضطريت اني ارجع ثاني انجلترا عشان اشتغل، لانه حسيت انه حيبقى في جاب بتاع انه انا يعني ما في اي خبره راجع له في مجال الريسيرش. تحاول بقدر الامكان انه ما يكون في جاب، لانه every day there is something updated، في كل يوم حاجه جديده داخله، كل يوم في تكنيكس جديده داخله. فهنا اضطريت اني ارجع ثاني انجلترا، قدمت استقالتي ورجعت انجلترا. وكان هدفي هنا اني انا عاوزه اقرا البروجرام بتاع الجينيتك كونسل. اول حاجه كنت داير اقرا البروجرام بتاع الجينيتك كونسل لانه كان واحد من شغفي. الحاجه الثانيه دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ترجعني السودان افتح، ما 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 لازم اكون مسجله، ما لازم اني اشتغل مع جهه معينه، ممكن افتح ماي اون كلينك، وما حاجه بتحتاج لي فحوصات ولا حاجه، اشرح للناس انت مور اوف شرح يعني للناس. فعشان اعمل الحاجه دي اضطريت اني اشتغل عشان اقدر تو سبورت ماي سيلف. فاشتغلت مع كلتشر اوف بورو كي اس اي في لندن، اشتغلت از ستودنت افير، فبرضه يعني اد تو مي تو ماتش، لانه انت هنا بتتعرف على كل المجالات، لانه انت البوينتس بتاعت الطالب اللي هو قاعد في بلده اللي بيفتش على كورسات في انجلترا، فانت بتتعرف على الباك جراوند بتاعته، درس شنو، داير يدرس شنو، وبعدها تبدا تفتش له في جامعه انجلترا الشغل اللي هو يعني داير يعمل كورسات. وبعدين طبعا بتبدا انه حتى الكالتشر برو انت بتكون بتكتب ريبورتس كايند اوف، ان الشغل بتاع الريسيرش بتاعك تكتب ريبورتس وحاجات زي دي، وفي نفس الوقت تتعرف برضو على مجالات زياده. هنا كنت في نهايه السنه خلاص تميت سنه و I saved my money للبروجرام اللي انا دايره، لانه وانا اخترت بالذات شغل بتاع السفاره، لانه في انجلترا في حاجه دايره انبه لها الناس، في التاكس بيشيل ربع الماهيه بتاعتك. بعد لما رجعت كان هدفي ما اشتغل اي وظيفه، لانه اي وظيفه حتاخذ التاكس بتاعي وما حقدر اعمل السيفنج. اسرع وظيفه اقدر اكون بها السيفنج بتاعي كان اني اشتغل في سفاره، لانه تاكس فري بدك معيتك كلها في ايدك. ففعلا الحمد لله قدرت اني اتفقت ودخلت السفاره واشتغلت معهم من السنه وكونت البروش. هنا بدت الوالده تقول لي انت زي اي والده سودانيه، انت بورتي وكبرتي ولازم تتزوجي. وبقوا طبعا اصلا خلاص اصلا الجوازي البريطاني ما تنسى اصلا، يعني الهناية الخطاب كتاه شديد. طبعا برفض وكده، وطبعا الوالده خلاص يعني انت بترفضي عشان الجواز الانجليزي وكده، البريطاني لا بعد ده خلاص ما في يعني ما في كلام خلاص لازم تتزوج. سبحان الله ظهر زوجي اللي انا كنت اصلا بعرفه قبل سنين طويله، كان عمل الماجستير في انجلترا، لكن ما كان في اي يعني تواصل يعني خالص. فقابلته بالصدفه his cousin يعني في الشارع، وسبحان الله يعني كانت بتقول لي ان الزول ده بيسال مني كده، وسبحان الله اتزوجت في 2014 2015 تقريبا. هنا يا مستر ياسين تقريبا ان احنا برضو عندنا الغلط بتاع انه في 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 غلط وفي 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 حته كانت جنبي انا الغلط بتاع احنا بنوقف مرات المسيره بتاعتنا العلميه عشان دخلنا القفص الذهبي زي ما بيقولوا. طبعا انا زوجي اصلا هو مواليد انجلترا لكن مواطنين الامارات، يعني هم هو تولد في انجلترا لكن يعني عايش في الامارات من كم ثمانين. فانا التطلع كان من الانفايرومنتال بتاع الانفايرومنت بتاع الامارات كان حاجه صعبه شيء انك ترجع انجلترا، فكان لازم انا اجي الحته اللي هو فيها. فجيت الامارات، الامارات كانت بالنسبه لي اصعب من ما انا مشيت
انجلترا، وانا لسه سنجل وانسانه صغيره في العمر. لا كان 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 يعني كان في 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 لما انا مشيت انجلترا اهلي بيعرفوا الكالتشر هناك وبيعرفوا البلد هناك واجتهدوا معايا على كل حاجه، لكن انا جايه دول الخليج والوالد هو كومبليتلي ما بحب الدول الخليج كومبليتلي. انا انت ما دائما طبعا بتطلع كل حاجه من الحاجه اللي بتتعلمها من العائله. نعم ايوه فكان بس دائما حته انه لا هو ما بحب الحته دي، انا ذاتي جيت لحته كده ما عارفه حيحصل شنو. فحاولت بقدر الامكان كده السنه الاولى كنت قلت لا انا ما هبدا اي حاجه في البلد دي، ان شاء الله نحن هنرجع انجلترا مأكد يعني. السنه الثانيه نفس الحكايه ما حصل حاجه. الناس دي المرتاحين في الامارات، فما يعني هيز كومفورتبل هي دزنت وانت تو موف خالص يعني اوت. حصل بعد ذلك طبعا الطفل الاول وخلاص بقت الحياه الاسريه. بعد تقريبا بعد 4 سنين انا انسانه برضو النوع اللي ممكن الناس حتستغرب شديد، النوع اللي بحب في اي حاجه اخش فيها اتميز فيها. يعني دخلت الحته العلميه دايره اتميز فيها، دخلت الحته العمليه عاوز اتميز فيها، برضو دخلت الحياه الزوجيه عاوز اتميز فيها ودايره طفلي ما يكون عال على المجتمع. دايره ادي وقت يعني الان وانا شغاله بدي 70% لحياتي الزوجيه ولاطفالي. افتكر انه انت انا كامراه، ودي يمكن ناس كثير حس حتجي تتكلم فيها، انا كامراه ربنا سبحان الله وسبحانه وتعالى لما جابني للحياه عشان انا القاعده تو بروفايد الهيومن بين للعالم. نعم. يعني دي مهمتي الاولى، انا بفتكر انه دي مهمتي الاولى، وبما ان دي مهمتي الاولى انا لازم انجز فيها ولازم اتميز فيها ولازم اطفالي ده ما يكونوا عاله زي ما قلت على المجتمع، بالعكس يكونوا بلس للمجتمع. فحاولت بقدر الامكان اني اكون مركزه مع طفلي مع حياتي الزوجيه، والحمد لله وصلت لحته انه خطيت الروتين الصح في حياتي الزوجيه في حياتي العموميه. بيجين انت خلاص بتخد سيستم معين، بتكون انت شنو اول ما تخش الحياه الزوجيه بتكون انت عامل كم سيستم كده زي شنو يتست السيستم لحد ما توصل للسيستم تلقى انه خلاص ذس از السيستم اللي انت حتمشي مناسبني. نعم مناسبني. فوصلنا لسيستم معين، ذا السيستم المناسب للاطفال، ذا السيستم المناسبنا نحن ككوبل، ده الحاجه اللي احنا حنمشي بها حياتنا كلها، روتيننا حيكون كيف، حياتنا حتكون كيف، أهدافنا شنو كأسرة مش كفردي. خلاص موضوع فردي ده انتهى خلاص، نحن بعد ده أسرة. هنا سبحان الله بس زوجي قال لي خلاص يعني نحن we feeling comfortable now we feeling مستقرين now كحياة أسرية، بعد شو في حياتك العملية؟ أول حاجة بديتها أنه أنا وقفت فترة، فدي حاجة برضو دايرة أنبه لها الناس، ما تخاف أنك أنت وقفت فترة، لا أنت ممكن تنزل شغل تطوع عشان تقدر تصل للكونكشن في البلد او الكونتاكتس في البلد الغريبه اللي انت فيها. فقدمت لبروجكت في الديبارتمنت اوف هيلث واخذوني في البروجكت كمتطوعه. بديت معاهم كمتطوعه داتا كونكشن، بعدين وانا شغاله كنت بلاحظ انه الناس اللي شغاله معي في التيم يعني زي I'm not getting result as much as I'm getting يعني. فكنت في نهاية اليوم بنكتب ريبورت أن أنت كل واحد عمل شنو. فرسلت لي المديرة بتاعتي لها الطوالي أنه يعني أنت are not lying في الداتا اللي أنت قاعد تجيبيها دي، فأنت كيف بتجيب الداتا دي وفي ناس تانية ما قاعدين يجيبوها. فجيت شرحت لها أنه والله لا نحن الكوميونيكيشن سكيلز دي مهمة، يعني أنت تتصل ببيشن وتسأله على حاجات very private اسنيد سكيلز، يعني ما اي زول بيقدر يعملها. نعم. قالت لي طيب ممكن تبدي تدربي لنا التيم بتاعنا، فبدينا هنا سوفت سكيلز مع التيم، كوميونيكيشن سكيلز، وهنا طلعت من السكشن اللي انا كنت شغاله فيه الداتا كولكشن للتريننج سكشن، ستيل كمتطوعه. بعد ما بدينا التريننج ناداني الدايركتور هو الماني. بدينا كده كنا بنتناقش على البروجكت ذاته اللي احنا كنا شغالين فيه، وانا بدات يعني اتكلم على كم حاجه كده في الريسيرش ذاته، وانا من الجينيتكس في حاجات ممكن تدخلها في هم السكشن بتاع انفايرومنتال سكشن ريسيرش سكشن. ف
فانه في حاجات انت برضه المفروض انه يعني تنتبهوا لها وكده. فهنا قاموا قالوا لي انت اصلا دراستك شنو كده؟ قلت لهم انا دراستي كده. فقام قال لي طيب أنا احنا حنحولك للديبارتمنت بتاع عندنا ريسيرش سيكشن في الويب سايت بتاع الديبارتمنت اوف هيلث ابو ظبي، فنحن دايرين نحولك هنا لانه لما تجينا ارتكلز او تجينا جنرال بيبرز ساينتفك بيبرز ان جينيتكس ما عندنا، يعني معانا واحد في الريسيرش سيكشن هم بيعملوا شو زي سمرايز البيبرز وبعدين يحطوها بطريقه مبسطه للبوبليك بحطوها لهم في الويب سايت. يعني لو دخلتوا الويب سايت بتاع الديبارتمنت اوف هيلث ابو ظبي هتلقوا في سيكشن كل بتلقوا البيبر الهيد بيبر اب وبتلقوها مبسطه تحت. فهم الحاجه دي فتحوها جديده. فقام قال لي خلاص احنا حنحول في السيكشن ده. فعلا اتحولت السيكشن ده وستيل برضه متطور. فجاء بعد تقريبا الكلام ده كان شهر السنه اللي فاتت بدايه السنه اللي فاتت شهر 9 كانت المديره بتاعتي جاتني وقامت قالت لي ان احنا هنبدا بروجكت كبير جدا والبروجكت ده في وانا كنت بتناقش معاهم كتير شديد. يعني انا النوع اللي بحب اتناقش بحب اتكلم ما بهاب انا والله ده الدايركتور ده المانجر انا انسانه متطوعه بس بالعكس يعني باخد معنا اصلا متطوعه يعني انا حقوتهم قوم تلوز يعني لو انا اديت سم انفورميشن او غلطت او قلت لها الحاجه دي المفروض تكون كده. بالعكس يعني انت تراي انك تبوت يور ستيب داون تتكلم وتوري انت بتفكر في شنو. ما تقول مثلا لو اديت معلومه غلط والله حيفتكروني ستيوبيد او حيفتكروني غبي. الحاجه دي برضو عندنا احنا مشكله كبيره فيها انه الانسان السؤال بيفتكروه ضايع. الانسان اللي بيجاوب او بيتكلم او بيتناقش لو قال اي معلومه غلط في النص بيفتكروه غبي. ما تخجل عليك برضو. ايوه ما تخجل من السؤال. انا الان ممكن انا مرات بسال اسئله بيكون في زول جه سألني ليها وبحاول اني اسال ليها خبير ثاني عشان اشوف هل الخبير ده هو الانسان بحب يحطي ولا انسان بخيل. لاحظت كثير بالمناسبه في السودان ناس لما تيجي تسالهم اسئله بسيطه بكره يجي يقول لك انت انسان ضايع لسه ما عارف روحك بتعمل في شنو. لا الزول السؤال ما ضايع، بالعكس انت حتصل قبل الزول ما حيصل. انت عارف كده قبل الزول ما بيسال لانك انت بتسال كثير. سالت اسال واسال 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 كثير. طيب انا احاول اسرع عشان الساعتين خلصت وما حكينا عليهم. فهنا قامت شهر 9 يوم 17/9 بالضبط السنه اللي فاتت نادوني في جي 42 وكان لسه ما بدا البروجكت بتاعهم وقالوا لي ده البروجكت الكبير اللي تمناك ده واسمه هيومن جينوم بروجكت اماراتي بوبوليشن ونحن اتكلموا لنا عنك ناس ديبارتمنت اوف هيلث ابو ظبي وذكروا طبعا اسم المديره بالذات انه هي الكومنديو. فانا طبعا هنا يعني هم كانوا لسه ما بدوا هم دايرين يبدوا يجيبوا بعد المشينز وكده ونحن دايرين نكتبي معانا في انه نحن حنبدا تو رايت داون البيبرز وكل حاجه. فانا طبعا هنا خلاص انا طبعا انسانه متحمسه وبحب ادخل في فقلت لهم ما في اي مشكله وانا بتطوع عليكم لسه انا حتى متطوعه يعني. فقاموا قالوا لي لا خلاص يعني هنا شغل التطوع وقف وانت يعني ما قصرتي معانا الوقت الفات ده كله في التطوع لكن لا حتبقي يعني معانا كتيم يعني كتيم. فده كيف وصلت برضه لاخر حته انا فيها ودي هنا بس ده انصح الناس ما تقول وقفت فتره معناته ما حقدر ارجع. ما تقول اتطوع بماي تايم بالعكس التطوع ممكن يوصلك لحتات كبيره جدا. ما تقول عشان انا متطوع والله امشي في الوقت الدائر امشي فيه. الحاجه اللي كانت عجبت المدير بتاعي وانا متطوعه انه كانوا اغلبيه الناس من كل الجنسيات المتطوعه كانوا بيجوا ساعتين وثلاث ساعات فقط. انا عشان كنت داير ارجع للروتين بتاع الوظيفه كنت بمشي 10 صباحا وبرجع البيت 3 ظهر او 5 ظهر. فالحاجه دي كانوا بيستغربوا فيها كانوا بجوني يقول لي انت يو دونت هاف تو كم 5 دايز ا ويك انت يو دونت هاف تو كم الوقت ده كله لانه ده تطوع. فلدرجه بيجوا فاكرين انه انا فاكره انا حيدفع لي سالري. فكنت قلت لهم لا انا داير ارجع للروتين ثاني العملي. الحاجات دي يعني اتحمس لما تنزل بشغل بتاع التطوع خليك متحمس خلي الناس تحس باجتهادك لانه اجتهادك ده ممكن يوديك يفتح لك ابواب كثيره شديد كانت مقفوله لك في يوم من الايام.
رائع رائع جدا جدا. طبعا احنا الساعتين دي ليك انت، لكن احنا ما عندنا مشكله يعني. فيعني دي والله يعني رحله جميله جدا جدا، يعني رحله يعني انا شخصيا استمتعت، ودائما بكتب براي بعد كم يوم كده بجي بقرا الحاجات دي بستفيد منها يعني. فالحته بتاعت التطوع دي حته مهمه جدا جدا، ونحن بالذات يا جماعه والله صراحه يعني دي عن تجربه شخصيه، نحن السودانيين في الموضوع بتاع التطوع ده شويه كده مهملين. فانت لما يا جماعه في النهايه ده ما عمل، انت ده التزام منك، انت التزمت والله يا اخي انا اتطوع. اول حاجه ده خبره لك مجانيه، تمام؟ انت بتاخد في خبره مجانيه، فانت ادي الشغل بتاع التطوع ده طالما انت ارتضيته اديه حقه عشان انت تستفيد، وعشان انه الجهه المعتمده دي تديك العصاره بتاع التجارب يعني. وناس كثيرين انا شخصيا استفدت من التطوع ده هنا في بريطانيا، يعني دي من الحاجات السرعت لي اخذ الجنسيه يعني، الشغل بتاع التطوع يعني. وبعد ذاك لما كتبته في السي في بتاعتي وكده، فكان بيركز عليه هو يعني. حتى انا عملت ماجستير في الفرنسي كومبيوتينج، الماجستير ده انا كانه ما عملته، بيرجعوا لي للشغل بتاع التطوع لانه اتعمل ايام البكالوريوس. فالشغل بتاع التطوع يا جماعه شغل يعني جميل وشغل رائع ومهم جدا جدا يعني. دكتورة هبة والله استمتعنا جدا بالحديث معاك وبالونسة، وديتينا يعني التجربة بتاعتك بكل أريحية وبكل تجرد يعني. نحن بس بناخد من زمنك ربع ساعة، ربع ساعة دي يا جماعة للمداخلات يا جماعة، أي زول عنده مداخلة معانا في الفيسبوك أو معانا في الزوم يتفضل. وأخونا هيثم طبعا اتفضل هيثم. يديك العافية كتير والله. أنا والله طبعا دكتورة هبة دي أنا بستمتع جدا بالحوار معاها، بتدي طاقة إيجابية كده طبيعتها كده سبحان الله. ف أنا طبعا حتى مسميني حبوبة هنا. ما من العطاء والأسلوب السلس يعني. أنا في مواضيع كتيرة، موضوع الجينات ده بالمناسبة والطب موضوع بجد محتاج يزول يفهم الناس صراحة. أنا ده الحتة اللي بيقودني للسؤال اللي أنا حاسس دارس أقول لك، إن هي ما شاء الله أنت كان لك دور كبير في انك انت بتحاولي بعض ال انا ما بسميها هي بالضبط شنو، بتاعت وزاره الصحه العالميه. طبعا عندهم زي اجنده كثيره او بروتوكولات كده بيحاولوا يطبقوها في بعض الدول، فانت كان لك دور في انك تسودني البروتوكولات دي، يعني ان هي تكون بشكل سوداني او تتناسب مع المجتمع السوداني كده. وقفتي لا دي حاجات ما لها علاقه يعني، ما بتناسب المجتمع السوداني فغيروا في كده. والفلاجين دي في ذاتها معنى انه قدر شنو، انك انت لما تكون واعي بالكالتشر بتاعك، واعي بالمجتمع اللي جاي منه، بتقدر تغير الحاجه اللي جايه من بره لحاجه تناسب السودان. ممكن تذكر لنا الحته دي وبعدين بسالك السؤال الثاني. اوكي فعلا انا من بدت الكورونا كان الملاحظ في كل البلاد، وحتى يعني هنا في الامارات، وانا كنت باديه مع وزارة الصحة هنا اوريدي الشغل في الكورونا وكده. فكان في نولج حتى بدوها للتيمز، التيمز المتطوع وغير المتطوع والهيلث كير تيمز يعني. فكنت عاوزة أعرف يعني هل الحاجة دي هل متوفرة لنا نحن في السودان، والـ WHO دي الكورسات بتاعتها مفتوحة للعالم كله دي، وإذا أنت ترايد أنك كونتاكت زيم بسهولة جدا ممكن تصل لهم. فبدأنا كان هنا في الإمارات كورسات بدون لها نتعلمها، وأخذنا نولج كتير كبيرة جدا في موضوع الكورونا. مشيت السودان شهرين ثلاثة، كنا نحن ماشيين لمناسبة في السودان كعائلة، وبعدين بدأت أسأل الناس اللي أنا بعرفهم وكده. فكان يا دوب الكورونا بدأت في السودان، وما في أي إنسان عنده أي خلفية عن موضوع الفيروس الكوفيد 19. فقمت اتصلت بـ WHO كم كورس عندهم كانوا خاتينهم. في كان كورس اوريدي هم خاتينهم في الويب سايت بتاعهم، وفي كان كورس احنا بناخده هنا في الامارات بس ما كان لسه متوفر. فكونتاكت سيم بايميلات كثيره جدا، واخيرا كانوا جاوبوا. فانا قلت لهم انا ماشي السودان شهر كده، وعاوز الكورسات دي اشيلها معاي، لكن تكون في الكورس الفلاني لسه ما نزل باللغه العربيه، والكورس الفلاني اصلا ما فيش في الويب سايت بتاعهم. فكانوا مشكورين جدا، رسلوا لي الكورس اوريدي متواجد في الويب سايت بالعربي وفي حتات معينه كده، قالوا لي ورسلوا لي
editable، مش باوربوينت او حاجه ما بقدر نقول لي دخلي فيها كل الحاجات اللي انت عاوزه تو موديفاي يعني في الـ في الـ في الكورس بتاعه. انا حاجه تكون يعني متمشيه مع البلد بتاعتك، الحته اللي انت ماشيه. ففعلا عملت كده ورسلوا لي الكورس الثاني اللي هو ما متواجد، اللي احنا كنا بندرسه هنا بس هو لسه ما كان متواجد في الويب سايت، ورسلوا لي بالعربي برضه. فعلا عملت لهم برينت ومشيت السودان، وكان بمساعده الاخ عثمان اللي هو تقريبا عنده مركز الامال، يا استاذ هيثم المركز بتاع الامل التعليمي الالكتروني. ايوه، فكنت في اتصال به وكنت قلت له هو الكورسات دي نقدمها وين وكده، فقام قال لي انا بعمل لك يعني يوم في جامعه الخرطوم. فعلا عملنا يوم، كان اليوم يعني very ناجح جدا. وبعد ما قدمنا الكورس الاول اليوم ده، كان في طلبه كتار جايين من جامعات ثانيه، فقالوا انا مقدم لهم الكورس ده في جامعاتهم. وكان في واحده من وزاره الصحه دكتوره قالت انه يعني الكورسات دي تجي تتقدم للتيم بتاعهم في وزارة الصحة ذاتها. فكل الطلبة اللي هم كانوا جايين من جامعات تانية كنت اديتهم رقمي عشان يتواصلوا معاي، ونبدأ نعمل اليوم. بعد كم يوم كانت الجامعات في السودان كلها قفلت. واحدين من الطلبة ديل كانوا راجعين الولايات بتاعتهم، وقاموا قالوا لي يا دكتورة طبعاً أن إحنا في ولاياتنا دي أصلاً ما في أي معلومات بتصلنا، ما عندنا أي خلفية عن الموضوع ده، فحتساعدينا كيف أو نحن نقدر نساعد ناسنا كيف. فأول حاجة عملتها أنه الطلبة ديل هم ذاتهم بس من خلال الواتساب بدأت أتناقش معاهم، بدأت أديهم المعلومات كلها عن الكورسات، بدأت أعلمهم، برسلهم كان فويس مسجز بكل الكورسات وهم يتعلموها، وبقول لهم امشوا علموها في الولايه بتاعتكم او في القريه بتاعتكم اللي انتوا جايين منها، لانه كانوا كلهم الطلبه رجعوهم طبعا من الولايات. فبعدين بدينا حته انه شويه شويه الناس بتقول لي انه في ناس كبار اصلا ما كانوا فاهميننا، الناس اللي جايين من الشماليه كانوا بيتكلموا انه في ناس بيتكلموا اللغات المحليه بتاعتهم، انه اصلا ما قادرين نفهمهم، ما قادرين نوصل لهم المعلومه. في سبحان الله طلبه بيكونوا جايين من حته معينه ما كانوا بيتكلموا اللغه الام بتاعتهم. فقمنا هنا قلنا خلاص يعني انتم كشباب صغير حاولوا تجيبوا ناس كبار يكونوا بيعرفوا اللغه المحليه، وطبعا بيتكلموا اللغه بتاعتنا السودانيه واللهجه العربيه السودانيه، هم نعلمهم وانتم بعد تعليمكم ده تكونوا معاهم، ونخليهم الكورسات دي يترجموها بلغتهم المحليه. وده كله كنت انا في تواصل مع WHO بالايميلز، انه نحن بدينا، كنت برسل لهم كل الحاجات انه نحن بدينا الكورسات بتاعتكم دي ذاتها، بدل ما انتم ترجمينها باللغات المودرن لانجويج فرنش وجيرمان وانجليش وعربي وتشاينيز وكله، نحن بدينا نترجمها كمان باللوكال لانجويج بتاعتنا. وكانوا مبسوطين جدا بالموضوع ده، وكانوا بيرسلوا لي انهم دايرين يشوفوا الكورسات والفيديوهات. واتنشرت الحاجه سبحان الله، انهم نشروه حتى ناس الـ WHO في بلاد تانية بدوا أنه يعني يقدموا للناس أنه أنتم ممكن تعملوا كده برضو. وصلنا ولايات كثيرة، والدكتورة كانت جاية من وزارة الصحة، قامت الوقت ده كان في دكتور أكرم، قامت قالت لي أنا شايفة أنه أنت قبل دكتور أكرم، عشان الكورس الثاني ده كان للهيلث كير بروفايدر، الكورس الثاني كان لسه ما متواجد في الوصال، عشان الكورس ده نحن نقدر يعني نقدمه في المستشفيات. فمشيت بتذكر الكلام ده كان كله شهري تقريبا، بدا قبل شهري 5 شهري 4، نحن بدينا الشغل في الولايات اوريدي، وبدينا ننشر كل المعلومات من خلال الطلبه ومن خلال السكان ومن خلال حتى يعني امهات وحبوبات يعني كبار ما شاء الله كانوا متحمسين جدا يعني انهم يتعلموا برضه يوصلوا، وكانوا بيجوا بيقولوا والله اللي كان في فطور ووديت المعلومات لكل النسوان في الفطور، وكان في تجمع فلاني، فكان حاجه جميله جدا ان الناس كلها حاسه انه شو الولايات كلها ختيناها في جروب واحد في الواتساب، من الشماليه من دارفور من الغرب من شرق السودان، اتعلمنا هم ذاتهم في روحهم الولايات من مختلف الجهات دي، عرفوا قرى في جهات ما كانوا عارفين، قرية مثلا النارة، قرية حتات كثيرة يعني، تعرفنا على قرى في الغرب اللي احنا ما سمعناها قبل كده، الدال جوز، تعرفنا على لغات ذاتها غريبة يعني ما سمعناها قبل كده.
المهم فقامت قالت لي لازم الحاجه اللي انت عملتيها دي نمشي نعرض بيها الوزير وكده. ففعلا مشينا الدكتور اكرم في المكتب بتاعه وطوالي يعني قال انه لا يعني قابله كده الساعه كده، وفعلا بقينا منتظرينه. جاته حاجه ايمرجنسي واحتزل مننا وطلع، وكان في واحد قاعد انا الى الان ما 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 متذكره هو كان وظيفته شنو، بس كان انسان يعني فاهم ما طبيعي يعني هو بس كان his discussion المعلومات النوليدج اللي كان بدينا ليها كانت في القعده، وبعد ما عرف المبادره وكده كانت حاجات جميله جدا. فقمت انا اول حاجه قلت عليهم انه انا initiator، انا ببدا الحاجه لكن مشكلتي مع حياتي وانا ما عايشه في البلد I cannot continue الحاجة دي، فأنا ما أعرف الحاجة دي ممكن أوصلها لأنه عشان الحاجة دي يمسكوها يعني الناس. فقام قاعد يضحك قال لي طبعاً أنت عارفة أنه في السودان once أنك تبدي حاجة جديدة ما حصلت قبل كده بعد ده بيبدأ الكوبي أند بيست كوبي أند بيست. فقام قال لي أجمل حاجة أن يكون الإنسان بيعمل المبادرة عشان خدمة الناس ما عشان حاجة ترجع لي. يعني ما كان هدفي اني امشي اسجل المبادره، ما كان هدفي انه نبدا فاين فانس للمبادره، المبادره هي علميه تعليميه ما محتاجه لاي حاجه. فقمت قلت لها اقول لك حاجه تعال ناخذ الحاجه السلبيه اللي انت قلت عليها في مجتمعنا السوداني لاور بنفيتس. فقال لي كيف؟ وانا يعني نفسي اعرف، انا بتذكر انه كان مع السكرتيره بتاع الدكتور اكرم اللي اسمها هند، نفسي أعرف الإنسان ده منه إلى الآن، لأنه يعني الحاجة اللي نحن ودستصق حصل. قال لي أبدي المبادرة دي خطيها في الفيسبوك بكرة هتتنشر، أنت مش أصلاً هدفك أنه تعملها بكل اللغات عشان تصل لكل الولايات، لأنه أنت شايفة أنه نحن كوزارة مقصرين من الولايات، مقصرين في توصيل المعلومات للولايات، والمبادرات الثانية كلها مركزة في الخرطوم. انت اول ما الحاجه دي تنتشر كل المبادرات الثانيه حتبدا تنسخ. فقمت قلت له فعلا ان احنا دايرين نعمل شنو؟ دايرين اصلا نصل للولايه، دايرين نوصل المعلومات للولايه بين ان احنا ولا من غيرنا ما مشكله، ما دايرين ان احنا فضل يرجع لنا ولا دايرين حاجه ترجع لنا، احنا بس دايرين المعلومات دي تصل. فعلا بدينا نعمل الفيديوهات، والهدف كان من الفيديوهات مش ننشر الوعي في الولايات، ننشر الوعي للمبادرات الثانيه عشان تنسخ وتعمل. والناس بدأت تنسخ فعلا، فتحت مبادرات ثانيه مع مبادرات كبيره جدا، اورجنايزيشن كبيره جدا، عشان دايرين طبعا في النهايه يصلوا مش لحته انه يوصلوا للوقت يوصلوا شوفوا نحن عملنا شنو، لكن نحن الحمد لله كنا وصلنا للهدف اللي دايرينه ان المبادرات الكبيره نسخت المبادره وبدأت تعملها بلغات ثانيه. وحتى وزاره الصحه سبحان الله بعد فتره بدأت حتى في التلفزيون بدأت أنها تعمل بلغات تانية المعلومات كلها عن الكورونا، وتعمل بلغات ولائية تانية وتنشرها في التلفزيونات، وزي ما قلت مبادرات كثيرة بدأت تعملها. وده كان الهدف، أول ما وصلت للهدف اللي أنا دايراه أن المبادرات مسكت المبادرة وبدأت توصل المعلومات، كانت رسالتي وصلت الحمد لله. كنت وصلت يديك العافية والله بجد، أنا واحد من الناس شاهد على الحاجة دي، لأنه أنا من الولاية الشمالية، وبتذكر إنه الناس احتفوا بالمقطع، عملوا واحد من الفنانين بتاع الولاية الشمالية بتذكر اسمه، فعملوا بطريقة ظريفة كده حتى الناس بيجوا. الولاية الشمالية كان معانا فعلا فنان، كان بيعملها بطرق جميلة شديدة. بجد حتى الناس يعني تجاوزت مرحلة إنه يوعوا بالكورونا لمرحلة إنه بيجا ده سامبل يدرس به الناس اللي ما بيتكلموا الرطانة زينا كده، انه يلا ده ترجمتها كده وبتقول كده وبنطق كده، لان كانت سهله وسلسه، فالناس احتفوا به انه ده مدخل لتعليم اللغه النوبيه كان. اخر سؤال عشان ما اطول عليك، برضه انت ما شاء الله زي ما يا هبه من مبادره لمبادره، انا ده اسالك من اخر، مش من اخر لكن من المبادره انا انتبهت لها جدا اللي هو بتاع 3H جينيتك. موضوع الجينات ده صراحه ما بعرف، انا لكن بتكلم عن نفسي، الناس ما بيقول له الضوء الا لما يحصل لك حدث، يعني زول في الاسره قريب لك كده
حصل له يا اطفال عندهم مشاكل، حتى بعد ذاك الناس بيمشي يفتشوا يسالوا من الحته بتاعت الجيناتيك. انا واحد من الناس اللي عندي تجربه زي دي، لما بنتي اتولدت ان هي عندها مشكله في الراس وكده، فمن الحاجات الطوالي سعينا فيها ان احنا نمشي نبحث موضوع الجينات ونفتش الموضوع ده. والموضوع بالنسبه لي بقى ظاهره، يعني بقت في كثير من الامراض الجينيه بقت تظهر ما عارف سببها شنو، لكن مثلا لما نجي كانديكيتر كده الناس اللي انا بعرفهم بحس انه في بدات مشاكل تظهر هنا وهنا وهنا وهنا. انت واحده من الناس اللي ما شاء الله، انا من خلال المبادره دي لاحظت انه في ماده الناس بيقدموها تصنيفهم بيتكلم حته الجينات دي بطريقه سهله ومبسطه عشان الناس تستوعب. حتى لو ما كان في سودانيين او خبراء سودانيين يقدموا الماده دي، شايف انه برضه انت ما شاء الله بالشبكه بتاعتك جبت ناس ما سودانيين يتكلموا عنها. لذلك انا بقيت ما فاهم هل هي مبادره سودانيه او مبادره عربيه، لكن صراحه لها اثر. وما شاء الله انتوا والتيم بتاعكم بتردوا حتى على الاستفسارات، الناس بيعلقوا في الكومنتات، دي ما حاجه سهله انه زول بيكون داير معلومه طبيه معقده انتوا بتبسطوها وتردوا لهم عليها يعني. فتكلمين عن المبادره بتاع 3 اتش جينيتك. طيب المبادرة بتاعت H3 Genetics هي كانت اتولدت في discussion كان بيني وبين بروف أحمد المنصوري، بتعرف مستر هيثم تقريبا. أنا كنت بساعد فيه في education المبادرة، هو كان بداها، وبعدين كان احنا كنا الرؤية اللي خدتنا للمبادرة دي انها مقسمة لمجالات مختلفة. صح. المبادرة بتاعته هو، فهو كان بيقول لي انه انا دايرك انت تعملي مبادر، يعني تفتحي المجال بتاع جينيتكس، يعني الناس الستودنت اللي هم انترستد في المجال ده يقدروا يتعرفوا على الحاجه. فالموضوع عجبني، وبالذكر كان رسل لي فيديو انه كيف يعني احنا العرب population انهم ما عندهم knowledge في الجينيتكس، وانه في مشاكل كثيره بقت inherited diseases وغير inherited diseases، والناس ما عارفين الباك جراوند بتاعه، فدايرين يعني معلومات تكون متاحه بالعربي لانه اغلبيه المعلومات متاحه بالانجليزي. ففعلا كنت بعرف دكتور هشام من السودان لما كنت مشيت، زي ما قلت لكم انا في ثاني جامعه انا مشيت نزلت التدريبات كان تحت بروف منتصر، فهو كان هناك لسه في السودان، فأنا كنت بعرفه من هناك، وكان في تواصل لسه بيناتنا، ورسلت له أنه نحن والله دايرين نعمل مبادرة كده وإنت رأيك شنو؟ دكتور هشام من الخبراء اللي أنا بفتكر أنه يعني دائما بيحبوا العطاء، ما بيدخلوا بالنولج بتاعتهم لأي طالب، يعني طالب لنولج معينة أو انفورميشن معينة. فهو طوالي رحب بالموضوع وبدأ يعرفني برضه تيم تاني، عشان يعني ممبرز تاني يدخلوا معنا في الجروب، وكوننا H3 Genetics. معنا برضه الدكتورة هبة بابكر، ودخلت بعد ذاك معنا مها وضوي، ودخلت معنا حاسة برضه very clever والله، يعني scientific young يعني يانج مبوشي، يعني زولا يعني ما شاء الله أنا شايفاها هي very young in her age، لكن النولج بتاعتها كبيرة جدا، اللي هي دكتورة فاطمة. فكونا التيم وبدينا نكون الخطة بتاعت الـ H3 Genetics هتمشي كيف. هل احنا عاوزينها تكون مبادرة، نحن عاوزينها تكون مبادرة بالعربي طبعا، عشان نحن نبسط المعلومات للناس ونوصلها بالعربي، لأن المعلومات لما يدخلوا الانترنت ولا أي حتة دايرين يصفحوها بيلقوها بالإنجليزي، ودي بتكون طبعا شوية صعبة لناس هم الباك جراوند بتاعهم ما جينيتكس. فنحن خاطرين أنا هتكون بالعربي، لكن هل نحن دايرينها تتوجه توجيه بس سوداني ولا لا، نحن دايرينها تكون في كل البلاد العربية يعني. وبعدين بمعرفتنا عن احنا كلنا بالناس اللي معارفنا، بدينا كونتاكتس ناس وكونتاكتس جيست زي ما انت شفتها، وفي ديفرنت مجالات لكن جوه الجينيتكس، وفي ناس مساعدة ناس خبراء كتار يعني في الجينيتكس من مختلف البلاد العربية، حبوا انهم يعني يكونوا ضمن الناس اللي بتقدم المعلومات.
فهنا تكونت اتش 3 جينيتكس وماشي كويس شديد. يعني احنا مع مشغولياتنا الاسريه والعمليه والعلميه مرات بنتوقف عشان نشوف واتس ذا نيكست ستيب، وان شاء الله ان شاء الله حتمشي لقدام. يعني انا خدت عليها فيري جود فيوتشر يعني ان شاء الله. والله اكيد واثقين من كده صراحه. الفيدباك عن ال 3 3 اتش 3 جينيتك اتش 3 جينيتك دي صراحه بجد، لانه انا لاحظت الامهات والاباء والامهات يعني بداوا يتابعوا، ومرات يعني حتى من الكومنتات انه هو بدا يمشي يسال يمشي يفتش المعلومات اكثر، لانه انت فتحت لهم الطريق وما كان عارفوا يبدا من وين. يعني ده بيقول لنا سؤال اخير يا هبه قبل ما نخليك الزمن اتاخر عليك، انه الامراض الوراثيه بقت ماشيه، انا ما اعرف حاسبها ماشيه منتشره كده اكتر يعني. فما شاء الله عندكم مبادرات كتير بتاعت التوعيه بديت ومستمرين فيها، لكن انا بتساءل حته انه التعامل مع التوعيه بالامراض الوراثيه او النقاش في الامراض الوراثيه، يمكن احنا ناخذه بيتزاوي يعني، هل ممكن ناخذه من ناحيه طبيه التوعية، ولا هو من ناحية اجتماعية، ولا من ياتو ناحية، حتى انه نظرتك انت حتى موضوع الجينيتك، هل هو فعلا زي ما انا متخيل هو ماشي زايد ولا محصور، والناس ممكن تتناقش عن الموضوع بصورة جادة من ياتو زاوية؟ طيب، هو المعلومات يعني المفروض تبدأ تكون متاحة أول حاجة للدكاترة، للطبيب. الطبيب من البداية اللي أنت بتمشي له قبل ما تصل أنت للتخصص أو للجهة المتخصصة في حتة الجينيتكس. فأنا بفتكر أنه لأنه يعني إحنا مجتمعاتنا لسه يعني لسه في المجال ده شوية، يعني إحنا النولج بتاعتنا ضعيفة. فمفروض انه يعني من الجامعه او مثلا اللي بيدرس طب او اللي بيدرس اي مجال في مجال مختبرات او اي مجال نازل تحت انه حته بتاعت انه البيشنت ده حيصلك امتى في البدايه، انا بفتكر انه النولج دي المفروض يدوها لهم من الجامعه. يعني انت تدرس طب تدرس مختبرات اي زي ما قلنا علم ممكن انه يصلك البيشنت قبل ما يصل الحته بتاعت الجينيتكس دي، انه انت تكون عندك معلومات او انفورميشن على المجال عشان انت لو جاك تقدر يعني تديه المعلومات sooner than later. فور اكزامبل عندنا لسه نحن رجعنا تاني للحته بتاعت زواج الاقارب، ونحن عندنا فيديو كامل او لايف كامل على الموضوع ده. زواج الاقارب ممكن يكون هو البيجر تخلي الحاجات دي منتشره. زي ما قبلك قلت انا حتى الانفايرمنتال فاكتور بيبقى داخل في الموضوع ده. الانفورميشن او النولج اللي بيصل للبيشنت او بيصل المعلومه للانسان العادي بقت قليله او قليله هي. فيا داب بقت في بلاد زي حسب بلاد الخليج بقت تاخد في الويب سايت بتاعها بمعلومات مبسطه جدا تحاول توصل للببليك انه شنو هو الجينيتكس، شنو هي الانهيرتد ديزيزز، كيف انت تقدر من البدايه تو انك انت ما تصل للريسك ده او ما تصل للمشكله دي. فبقت في معلومات متاحه كثيره للناس في البلاد الثانيه، بقت في كونسلنج كثيره في بلاد الخليج انك انت لما تيجي تتزوج بالمناسبه بقت في رخصه عشان تتزوج. وده كان لايف مع 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 دكتور من البحرين انه البحرين والامارات وصلت لحته الرخصه بتاعت الزواج، زي ما انت بتاخذ الرخصه بتاعت الرخصه بتاعت السواقه انك انت لما تمشي تتزوج بتعمل فحوصات حتى بعدين تاخذ الرخصه بتاعت انك تتزوج. فالناس بدات تنتبه والناس بدات تقلل لان الموضوع انتشر زي ما انت قلت، فبدات تنتبه انها تعمل شنو عشان تقلل الامراض دي. للأسف إحنا في السودان لسه بعيدين كل البعد، ودي يمكن الحاجة المبادرة مركزة فيها حاسة إنه الحاجات دي ترجع تاني إن شاء الله، يعني تصل السودان إن شاء الله وتصل كل السودان إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة هبة، يعني نحن شاكرين وسعيدين جدا يعني، وساعتين ونص دي يعني حاجة صعبة جدا إنك تكوني قاعدة معانا كده. لا استمتعت كثير والله، الله يستر. وأكثر حاجة أنا طبعا أكثر حاجة يعني كلها يعني ما شاء الله قصتك كلها جميلة وملهمة ومحفزة، وختمتي علينا بالحته بتاعت المبادرات يعني. ومن هنا انا بحيي كل الناس المبادرين للسودان، اي زول بيعمل عمل صالح، اي زول بيعمل عمل جميل، اي زول بيعمل يعني ده كله بيكون لك في ميزان حسناتك، وبتلقاه والله بتلقاه في حياتك بتلقاه في حياتك اليوميه يعني. وانا شخصيا مجرب الحاجه دي يعني عن نفسي، عشان كده ما بتردد دايم يعني ما بتردد
نهائي. معنا برضو دكتور خالد، اتفضل، عندك سؤال. دكتور خالد من جامعة دنقلة. يديك العافية يا دكتور، مرحب بك، يعني سعيدنا ذاته بوجودك معانا، ونتمنى يا جماعة نتمنى إنه المبادرة دي يعني الناس تروج لها، طالما بقت باللغات البسيطة، بقت باللغات المحلية وكذا، لأنها مهمة جدا جدا، يعني الحتة بتاعت الأمراض الوراثية والزواج، وفعلا يعني في الخليج بدأ، أنا أتذكر في السعودية برضه بدأ يدون كورسات كده، إنه الواحد عشان يتزوج وكذا لازم في فحوصات الواحد يعمل. يعني شاكرين كثيرا دكتورة، وقبل الختام كلمة أخيرة. والله أول حاجة في الكلمتين الأخيرة دايرة يعني أشكركم شديد، أنت ومستر هيثم يا مستر ياسين، يعني حلقاتكم ومبادراتكم ما تفتكروا أنتم بتحفزوا بيها بس يعني الشباب، أو بتحفزوا بيها الناس الثانية، لا والله، يعني حتى أنا قلت لك يعني بديت حضرت حلقة واحدة كانت لأستاذ أحمد خنجي، ومنها بديت أحضر في حلقاتكم الثانية أستاذ جدية عثمان وأستاذة سارة وبروف شريف، واستفدت من كله لايف انتوا عملتوه. وزي ما قبل كنا بنتناقش انه ما استفدنا بس في مجالنا، استفدنا في مجالاتهم هم ذاتهم، وانت ما بتستفيد من مجال انسان عشان انت عاوز تاخذ المجال، لكن بالمناسبة بتستفيد من موقف هو قاله، بتستفيد من معلومة هو وصلها لك، بتستفيد من انه عقبه كيف اجتازها، انت في يوم من الايام لو حصلت لك انت حتجتازها نفس الحكايه. ف داير اشكركم على المبادره الجميله دي، وبليز استمروا، ونحن بجد يعني موفقين، ونحن متابعين لكم. وزي ما بقولوا انا داير اقول كلمه اخيره، انه الحاجه الجميله في مبادرتكم انكم ما سميتوها مسمى بتاع الناس دي وصلوا للنجاح، لانه مقياس النجاح نحن ما عارفين وين، لا انتم كاتبين على دروب النجاح، فعلا نحن على دروب النجاح، ودروب النجاح ده بالمناسبه ما كلها نجاحات، في حاجات سلبيات كثيره بتحصل، في ابس اند داون، فالاسم ذاته على دروب النجاح ده اسم جميل جدا. ونصيحه اخيره داير اقولها للناس اللي عايشين في السودان، في مثل انا قاعده امشي به في حياتي كلها بقول don't change the fabric, work around the fabric. وحابسطه انه إذا أنت الأوبشنز بتاعتك واحدة، ما تقول أنا ما عندي أوبشنز تانية، أنا هعمل شنو؟ والله ده أنا الحاجة الوحيدة اللي عندي في إيدي ممكن أعملها. Don't change the fabric. أنت لو مشيت لك لخياط وقلت له والله أنا عندي بوليستر، وقال لك والله الحاجة بتاعتك دي ما حتنفع إلا بفابريك قطني، ما تقول والله خلاص أنا عندي البوليستر وما حقدر أعمل الحاجة دي، لا. Work around the fabric. أسأل الخياط قول له طيب أنا عندي والله البوليستر دي أعمل بها شنو؟ فانت اذا عندك اوبشنز واحده في الحياه، حاول تتواصل مع خبراء تشوف والله ده الاوبشنز بتاعي اقدر امشي وين، ما بقدر اطلع برا السودان، لكن انا قاعد في السودان ما عندي المينس اوف ماني، ما عندي السبورت عشان اطلع برا السودان، بس دي الحاجه اللي انا متوفره لي اعمل شنو. دايره اقول في شباب في السودان وصلوا لحياه ناجحه جدا بحاجه هم عندهم، منهم شباب دائما انا بذكر أستاذ عثمان بتاع مركز الأمالة والأمل، شاب صغير جدا قدر عثمان الباقر قدر يوصل للحاجة هدفه، أو الحاجة اللي هو مستمتع بها في الحياة. لحتى أنا عندي أخوي شخصيا أصغر واحد فينا، ما حب كان يطلع داير يقعد مع الوالد والوالدة في السودان، ما حب يطلع كله قدر بالديجري بتاعه بتاع السلوى الحيوانية اشتغل في مزارع، وبقى بيزنس مان اغنى مننا نحن اللي قاعدين برا السودان، وهو شاب صغير. فانا حتى كنت بحكي لعثمان دائما على اخوي، وبحكي لاخوي على عثمان، بقول له انتم نموذج للناس اللي ما تقدر تطلع من السودان وعندها حاجه اوبشن واحد في ايدها، والاوبشنز دي مشوها لقدام. المزارع دي ما حقته شخصيا، مزارع ناس مشى واشتغل فيها تطوع، وبعد شوي اخذ منها نسبه، وبعد شوي بقى عنده كونتراكت. فبليز بليز اشتغلوا بالاوبشنز اللي عندكم، ما تقولوا ما عندنا اوبشنز. اجتهدوا، اتحمسوا، ما تيأسوا، ما تخلوا ناس حوالينكم تيأسكم. امس احنا حضرنا لايف او شخصيا انا ما حضرته، لكن سمعت به بتاع دكتوره تيسير طماطر، فكانت بتتكلم انه اي انسان سلبي حوالينك ما تجامل، احنا السودانيين مجاملين. نعم. تجامل، اتحمس، اجتهد، الاوبشنز اللي عندك في ايدك، ورك اراوند ات، شوف يوصلك وين،
انت كشاب ما تقعد تقول والله لازم دي واسطه، كلنا وصلنا من غير واسطات. ولكم التحيه، والتحيه لكل الناس في السودان، وربنا يعني يوفق السودان ويوصلنا ان شاء الله للحاجه اللي نحن يعني بعد الثوره نحن كنا منتظرينها ان شاء الله. الله يديك العافية وعبرك. طبعا من حي الدكتور هشام يوسف، طبعا برضو كان معانا في البرنامج بتاعنا في ونس على دروب النجاح، بتلقيهم في المكتبة دكتورة طماطم، كلهم لهم التحية، وليك التحية والتحية لأسرتك الجميلة عبرك يعني. ونشكر الشباب هيثم الكاشف، ريم فيصل، أحمد داود، ورغية المغربي ديل خلف الكواليس، والشباب باشمهندس دعاء هي صممت لك البوستر الجميل ده، فنشكرهم ونشكر كل الناس اللي تابعونا. وكل الحلقات دي يا جماعه موجوده في نحن ما قاعدين نمسح، موجوده في منصه مبادره الباحثين السودانيين، وموجوده في قناه اليوتيوب بتاعت المنصه برضو، يعني في اي وقت عايزين تشوفوها لانها مهمه جدا جدا. انا عن نفسي يعني مرات لما يكون عندي وقت فاضي كده بقعد بسمعها بستفيد منها، يعني زي ما قالت دكتوره هبه، الزول بيستفيد من المواقف الناس اللي مروا بيها. ما دي مشاكل هم حلوها، فانت عندك حلول بتاعت مشاكل جاهزه، شيل الحلول دي وطبقها في حياتك. ربنا يديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله نتلاقى الخميس الجاي مع ضيف جديد ومع نجم نقتدي به ونهتدي به من جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.